طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020، وفي يعني مواصلة لسلسلة التعليم الإلكتروني والحاجات الجهود اللي بيبذلوها الأساتذة والزملاء على أساس إنه الناس تتحول بسرعة لموضوع التعليم الإلكتروني. يشرفنا ويسعدنا جدا انه نستضيف واحد من الشباب الرائعين المنجزين، وبي الزين اي تي اكزيكتيف في مالتي ناشونال كوربريشن. وانا صراحه لما لقيته اول مره كان استضيفته في يعني جيست ليكتشرر في محاضره لطلاب الام بي اي تخصص المانجمنت انفورميشن سيستم في جاردن سيتي، وكنت صراحه يعني معجب جدا بانه في شباب سودانيين منجزين في كبريات الشركات. واحد يكلمنا عن نفسه أكثر. اليوم في نقاش بتكلم معه عن التعليم الإلكتروني وكذا، قال لي يا أخي ممكن الناس تعمل كذا وكذا وكذا وكذا، يا أخي let's put a practical proposal to deploy e-learning في السودان الآن. يعني الآن لو في زول دار يقرر مدير جامعة ولا كذا إنه دار يبدأ تطبيق التعليم الإلكتروني في السودان، هي practical proposal من أبي الزين. أبي تفضل، الفلور لك. طيب، أول حاجة شباب، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا سعيد جدا إنه أكون معاكم، وبتشرف يعني إنه أكون جزء من الانيشيتيف دي، أو أتليست إنه الواحد يعني زي ما بقول شنو to share some knowledge أو to share some experience. أنور، يعني thank you إنه for putting this together and thank you for يعني facilitating this. طبعا أنور من الشباب الواحد بتشرف بمعرفتهم، وإنه هو واحد من الناس إنه very keen in يعني إنه يقدم للسودان كثير، وإنه يعني يحاول to replicate and copy successful experience elsewhere في السودان. فأول حاجة يعني before كده we start يعني into the deep، يعني خليني أديكم كده شوية background، يعني منو أنا، يعني منو أبي الزين. okay. طيب، أول حاجة يعني before my start with me أديكم الكونتنت. إحنا ده الكونتنت هنتكلم في أول حاجة السودانيز أو Sudan Education Imperatives، شنو العوامل اللي هي يعني reflecting أو هي يعني عبارة عن عوائق في بالنسبة للتعليم في السودان. الحاجة الثانية، شنو هي الترند الموجودة في العالم، يعني what's the e-learning trends، يعني it's been implemented elsewhere في دول تانية من العالم، ممكن تكون ظروفه ما نفس ظروفنا أو اقتصاداته ما نفس اقتصاداتنا، لكن في النهاية sharing experience و sharing حتى المعرفة بتكون يعني مهما كان، حتى لو ما كان عندنا الليله دي امكانيات، لكن ممكن تكون عندنا الامكانيات يعني في 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 يوم ما. الحاجه الثالثه اللي حنتكلم فيها اللي هي الفيزنج اند ديبلويمنت، لانه لما نتكلم على على اي ليرنينج بالنسبه لبلد زي السودان، بلد I would say that it's under development and in the same time it's emerging. It's emerging when it comes to the population, when it comes to the technology, it's very fertile when it comes to multiple aspects. فبلد زي السودان لازم حاجة زي دي تحصل فيها عن طريق phasing. يعني ما ممكن انت ما عندك mature market زي الإمارات أو زي مثلا أستراليا أو زي UK أو زي North America عشان تقدر تعمل مثلا deployment لe-learning أو deployment لأي حاجة من غير phasing. okay. The fourth thing that we'll exchange Q&A. لو أي زول عنده question that he can يعني ask me. طيب، أول حاجة حنبدأ أنا منو. أول حاجة اسمي أبي، أبي الزين، أبي مصطفى عبد الله الزين. طبعا سوداني، مع أنه unfortunately إني ما عشت في السودان فترات طويلة. pet lover، عندي كدايس وكان كلاب وبتاعه، قصص طويلة كده. cyclist، يعني it's a very good experience. أنا cycling ده، أنا طبعاً I encourage everybody يعني he has the mean to do cycling، لأن it's a very liberating experience.
it ditch away all the negative energy وبتخليك كده every day. يعني أنا قبل ما أجي السيشن دي I went for cycling وجيت عملت لي نص ساعة كده cycling 7 كيلومترز وجيت راجع. Marketer what I do for living and obviously techie guy. أنا by education I'm an engineer, electronics minor, telecommunication engineering. الماركتينج بالنسبة لي it started as a passion وبعدين تحول ل education. Sorry. Sorry. ممكن تعامل بس النايف الوضع بتاعه لا لا بس آسف ده المذكر بتاع الصلاة بس sorry. يعني الإديكيشن زي ما قلت لك الميجر إتس إلكترونيكس ماينر تيليكوميونيكيشن بعدين تحولت للماركتينج. الماركتينج زي ما قلت ستارت أز أ باشن أند ذن أي سبورتد ذس وذ إديكيشن أند ذن بيكام أ بروفيشن بيكام ذا ثينجز ذات أي دو إيفري سينجل داي. أي ستارتد ماي كارير وذ فودافون كانت أ فيري سمول كاباسيتي يعني كنت أسيستنت إنجينير إن نوك. Then I moved to LG Electronics, 6 years working in a different capacity. Then I joined Facebook. I was leading the product planning. كنت based out of this region. Okay. وكان يعني almost يعني living in a hotel. يعني traveling quite a bit. بعدها جيت ويكو موبايل. It's a French brand. I was the CMO of the marketing for Middle East and Africa. Wiko, it's a mobile brand. And currently I work for Red Hat. Red Hat, if you guys know Red Hat, Red Hat, it's the giant or the world's leading open source provider. Recently, the Red Hat last year has been acquired by IBM. It's the biggest acquisition in the history of the software acquired by IBM last year. With Red Hat, I lead the account-based marketing for the telco, for a strategic telco account across EMEA. EMEA, طبعاً, stands for Europe, Middle East, and Africa. بالنسبة لي, in a personal level of professionally and personally, I have traveled quite a bit. يعني زي ما شايفين خدت لي كامبس, يعني been going north, south, east, and west. That's actually about me personally. طيب, let's get to the main things. طيب, بالنسبة للسودان, يعني إحنا لو دلنا طبعاً السودان, يعني أنا I would rather start with the يعني first thing that to say, السودان, the education فيها is very vulnerable. Vulnerable معناها يعني فيه ضعف, فيه ضعف بأسباب كثيرة, والحاجات دي صرف الحكومة على الإديكيشن, الصرف على الحاجات الثانية أكثر من الإديكيشن, الديموغرافي بتاعت السودان نفسها. السودان بلد كبير جدا بس البوبوليشن بتاعه ما كبير, فده يعني الانهبيتد areas في السودان بقت متباعدة. يعني مثلا أنت السودان كله it's a very much this في centralization, يعني centralization over power and wealth كلها موجودة في المنطقة بتاعت الخرطوم. فما حتلاقي يعني كل ما تطلع برا الخرطوم بتلاقي إنه مستوى التعليم, مستوى الصحة, مستوى public awareness, مستوى الحاجات دي كلها بيقل. كله the more you go outside the more إنه البتاع ده it declines. الحاجة الثانية one of the imperative which is something good بس هو tend to be an imperative, إنه أول حاجة السودانيز population, يعني السودان فيها 39 مليون أو 40 مليون, correct me أنور لو كنت أنا غلطان, 41% من الشعب السوداني أعمارهم بين 14 سنة وأقل. يعني أحمد, we are very young nation, very, لما قلت أنا السودان بلد fertile, it's a fertile and very young. عندنا 20% of the people يعني أعمارهم بين 15 إلى 24, يعني لو أخذت الصم بتاعهم هتلاقي عندنا احنا 61% اعمارنا اقل من ال 25. فمعناها الايديوكيشن, احنا المشكله بتاعتنا في الايديوكيشن
summarize في حته معينه، معناها احنا عندنا يعني الإدكيشن substantially from below عايز total revamp. revamp من ناحية المناهج، revamp من ناحية الـ spend، من ناحية resources، من ناحية حاجات كثيرة. حاجة من الحاجات الثانية إنه السودان التعليم في السودان كله معمول بالعربي، دي حاجة كويسة وحاجة في نفس الوقت يعني it has a cause and pros. كوز اند بروز بالنسبة لإنه أول حاجة التعليم بالعربي برضو نرجع لموضوع المركز. المركز يعني الناس موجودة في الخرطوم اللي هي الميجورتي منهم بيتكلموا لغة عربية، فالناس الموجودين في المناطق غير الان اربانايزد اريا اوكي ديل ما عندهم اكسس للتعليم، وغير حتى لو عندهم اكسس الناس دي تتكلم local dialect، واللوكال dialect ده ممكن لو كان في لغة إنجليزية ممكن تكون أقرب نوعا ما يعني من اللغة العربية أو كده. يعني مفترض يكون في variety of education لأنه بلد فيها multi ethnicity. الحاجة الثانية عندك أنت المدرسين ما مرتاحين، يعني underpaid they are underpaid okay وفي lack of development، ما بس only underpaid. يعني ناسي مثلا الريسنت اللي قال لكم زادلون المرتبات، لكن يعني أنا ما أقدر أدخل في الموضوع ده، لكن في النهاية يعني they are underpaid وبرضو they are underpaid when it comes to the development، لأنه ما في عندهم development path وما في عندهم career inspiration وما في عندهم thinking out of the box. الحاجة الثانية في lack of educational material، يعني في السودان كلها المدارس إلا ال private طبعاً، ال public ما هتلاقي فيها decent لاب بتاع فيزياء او كيمياء او كده. الحاجه الثانيه في ليميتيشن ان نوماديك اديوكيشن. نوماديك اديوكيشن معناه شنو؟ نوماديك اتس ذا بيبل ذات ذي ليف ديسبليسد، الناس اللي هي زي العرب الرحل. في السودان الكلام ده ما يعني الناس اللي بيعملونا كان يعني انا شفت لي دوكيومنتري قبل كم فتره كده، كان في مدرس بيركب له جمل وبلف عشان يدرس الناس، والصبوره شايله في الجمل معاه. فالحاجة دي is not regulated، ما عندها plan واضحة لأنه medical education، مع أنه في السودان في almost 20% يعني من الناس الموجودين في السودان 20% which is a huge number، الناس ديل يعني ناس قبائل مترحلة. أوكي تاني بنتكلم على الحاجات اللي عملت برضو weakening لل education population displacement conflict zone. والحاجة الأخيرة الـ out of school children. يعني أنا أساساً أنا من شرق النيل، أوكي من بلدنا بلد كده جنبه مضوم بان اسمها البومبوناب، يعني بلد صغيرة. كنت بتكلم مع واحد قريبنا قبل كم يوم كده، أخبارك وما أخبارك وقاعد في الرياض، فأنت عامل شنو ما عامل شنو. فسألت أولادك كيف فلان دخل الجامعة، قال لي والله يا أخي he drop out. ولدك الثاني قال لي والله دروب اوت. فا اوت اوف سكول تشيلدرن ده اتس ا بيج بروبلم. السبب ده بنرجع لانه اساسا المدارس يعني الطرق التعليميه ممكن تكون انا ممكن نام نارن بوزيشن انا ما تكنولوجي جاي بلد انا ام توكين اباوت شيرينج اكسبيرينس يعني ديسكشن بتاع المدارس ممكن الواي اوف اديوكيشن sometimes the suppression of the student التعامل مع الستودنت الحاجات دي كلها الظروف المعيشية اللاكو في الحاجات اللي قلناها الامبيراتيفز الفوق دي كلها هي impacted negatively على موضوع الإدكيشن. يعني the sum of this إنه الإدكيشن في السودان crisis، في crisis كبيرة، يعني it's very vulnerable it's weak. دي بالنسبة للإدكيشن بتاع المدارس، لا تلون الجامعات كمان ما عندهم soft skills. يعني أنا مثلا لما بجيني واحد من جاي من جامعة من السودان إلا بسيط، يعني اللي هم مجتهدين بنفسهم اللي هم seeking for information وده lead us لموضوع e-learning، بتلاقيهم قالوا حاجات في الجامعة. يعني بتلاقي لك engineer متخرج من X or Y university بتتكلم معه مثلا telecommunication engineer بتتكلم معه مثلا في الـ 5G، خليك من الـ 5G في GSM system. The answer is sometimes is not convincing enough that person is an engineer. لأنه في يعني برضو الحصار بتاع السودان reflected إنه
النولج دي تبقى كمان محاصرة. يعني في a lot of technology Sudan is being sanctioned from these technologies. فدي أثرت برضو negatively على موضوع ال education في السودان. طيب moving forward, طبعا ده مثل very English, very British. الإنجليز بيقول لك someday teaching is just like herding cats. طبعا herding cats, كلمة herding cats means شفتوا الكاوبوي لما يشيل الحبل كده ويرميه ويمسك به الكاو ولا كده, دي بسموه herding the cows. فطبعا الكدايس it's very difficult to herd them. فteaching في السودان sometimes you feel it's just like herding cats, بالذات في التعليم ال public education. طيب نجي نتكلم نحن في موضوع الترندز الإدكيشن في globally. الحكومات بقت to invest heavily في التعليم من أعمار صغيرة. يعني مثلا لما تجي لأستراليا, أستراليا عملوا لهم حاجة اسمها General Assembly. General Assembly إنهم هم they are teaching the student from very young age coding. بيعلمون الكودينج, بيعلموهم the very complex algorithm. بيعلموهم ليها, بيعلموهم حاجات هي rather soft skill and technical skills. يعني هم from very young age they groom them, okay, إنهم يعني to be ready to the marketplace. لأنه يعني when you are not equipped enough with knowledge, especially the technology knowledge الأيام دي, يعني أنت بتكون يعني your chances in the workplace is very limited. Education globally has evolved and changed with the growth of technology and the beginning of the fourth industrial revolutions. The fourth industrial revolution was الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة, نحن الصناعة, الثورة الأولى في الصناعة اللي هي يعني when the blacksmithing اللي هي أنور, the blacksmithing, الايرونينج اللي هي الفولاذ, صناعة الفولاذ دي أول ما بدأت. ثاني بدأت الصناعة اكتشاف البترول, لما البترول اكتشفوه حصلت ثورة صناعية باكتشاف البترول. الثورة الثالثة, أوكي, when started the computing, man to the moon, Apollo mission, وبدأ يشوفوا اسمه شنو هو الـ outer space, هوبلو تلسكوب والحاجات دي. الثورة الصناعية الرابعة it goes around AI which is the artificial intelligence and 5G networks. وبرضو بنتكلم في الروبوتيك, انه الناس هسه دلوقتي في العالم بتجهز انه التعليم القديم ده يعني the old fashioned education, okay, a linear education الموجود حاليا موجود في دول كثيره في دول العالم الثالث, الeducation ده بمرور الزمن ما حيكون عنده قيمه سوقيه, يعني ما بتكون عنده market value وما بتكون marketable. فعشان كده دول زي أستراليا, UK, US, they start doing something called the General Assembly. General Assembly, basically, it's idea based in collaboration, based in agility, based in elasticity, وbased على حاجة بسموها, بيستارت doing حاجة بسموها الهاكاثونز, الeducational hackathons. بدوا الطلبة small, يعني small to medium to complex assignment, وبخلوهم هنا in collaborative environment انهم يحلوا ال cases دي. فدي كانت بالنسبة لهم from very young age بيعملوا grooming للطالب. فالحاجة دي fourth industrial revolution عملت tremendous impact on the educational sphere, leading number of يعني growing trends يعني in the world. يعني في زي مثلا technological trend in teaching and learning دلوقتي. انت يعني في دول كثيره حتى اللي هي ما مشت very advanced, انا ابوي معلم, ف
يعني لما بدأ التعليم، يعني لما بدأ التعليم زمان كانوا بيعلموا في الصبورة والكلام ده لحد يعني هي recently retired، فآخر أيام كان بيعمل teaching بال e classes بال e port، عندهم حاجات كثيرة يعني tools كثيرة، إنه خلاص الطالب بيتعاملوا معه، يعني التابلت بتاع الطالب أو الكلاود بتاعت الطالب، البرايفت كلاود أو البابليك كلاود أو whatever، دي اللي بتساعد الطالب إنه فيها كل الأسايمنت بتاعته. الآباء بيقدروا يعملوا تراكينج للبرفورمانس، بيقدروا يعملوا دايركت إنجيجمنت مع الـ مع الـ مع الـ المدرسين، بيكون في كونتينيوس إيفالويشن، بيكون في تقييم مستمر ل ل ل في مشكلة في الشبكة. ابدا تمام، كل شيء تمام. طيب، لانه انا بس في واحد رسل قال في مشكله عندك في الشبكه، ما اعرف هذه عادات وتقاليد. طيب طيب، ثاني عندنا سوفت سكيل، زي ما قلنا تريننج ا ميجر تريند ان هاير ايديوكيشن. يعني السوفت سكيل دي بدت من زي ما قلت، بدت من صغير لكبير، يعني سبستانشلي فروم بيلو. والستودنت تريند ديكريز ذا اتنشن سبان. زمان احنا الوقت اللي قرينا فيه في المدرسه، انتوا كلكم طبعا يعني نحن يعني طبعا الجيل الوراء، انور ده معزول كبير، education زمان نحن الواحد بيكون كده يعني 100% فوكس مع الاستاذ، ولو ما فوكست ممكن تلقى في طباشيره كده طايره جايه لك. حتى انا ما قريت في السودان، لكن دي برضه اتس ترند، يعني اتس جلوبال ترند، الاستاذ يدعك بالطلبه هنا الطباشيره. فدلوقتي اللي يقول حاجه دي، يعني the behavior therapist و behavior specialist لقوا إنه الطالب لما أنت when you force attention you lose attention، يعني when you force the attention you lose the attention. okay الحاجة الثانية okay بيجا facilitating learning versus teaching. طبعا learning معناها شنو؟ يعني التعلم، يعني او الفهم بدل شغل التعلم القديم انه انت تحاول تعلم وتلقن، لا بقى الفهم الاستنباط كده. وغير كده continuous learning، continuous learning ده by the way it's for the student and for the teacher and for everybody. يعني لما تجي مثلا للشباب الموجودين سامعيننا، لو الواحد التعليم بالنسبة لهم، يعني التعليم لما توصل انت مرحله معينه، مثلا انا مثلا ام ان انجينير انا وركينج ان مالتي ناشونال اورجانيزيشن، الليله دي انا كان عندي كورس لمده 3 اورز مانداتوري لازم نعمله. احنا شهريا عندنا في الكومباني وي هاف سيت اوف كورسز وي هاف تو دو ات اونلاين. يعني عندنا كده يونيفرسيتي، عندنا حاجه اسمها ريد هات يونيفرسيتي، وي هاف تو دو اور ثينجز، يعني اتس ا كونتينوس ليرنينج. الحاجة الأخيرة في الترند which is here more or less is enabler. enabler معناها مسهل أو ال new era أو الجيل الجديد من new generation of education، اللي هي 5G artificial intelligence edge networking. طبعاً edge دي فكرة إنه تخط الابليكيشن في containers في النتورك، ف it's a very technical term. ممكن التكنيكال الموجودين لو في تكنيكال بيبل they understand what's age. دي كلها enabler، يعني it help you to build the next generation education. طيب هنا نحن لو حنتكلم على الفريمورك، الفريمورك أنا لما أفكر أبني e-learning platform شنو الحاجات اللي أنا I need to consider، شنو الحاجات اللي I need to يعني كده scratch my head واقول انه انا I have to start with the right way. ما هو يعني there is two ways of doing things، either you do things with a trial and error، ده لما تكون انت عندك يعني big، يعني عندك time عندك budget عندك حياة to support you، يعني you do trial and error. بس لما يكون انت عندك limited، لما يكون انت عندك limited
resources وليميتد budget وليميتد time, لأنه أنت عندك يعني عندك real crisis. أنت بالنسبة يعني أنا يعني appreciate أنور إنه جاب الموضوع ده, لأنه التعليم في السودان ما محتاج لتغيير يعني بسيط, محتاج ل substantial change. It's substantial change دي وما change, it's a revival plan. خلينا نبقى صريحين إنه موضوع بتاع شنو إنقاذ لموضوع التعليم ب supportive tool. يعني إذا كان sometimes الجهات المسؤولة من الحاجة دي مثلا الوزارات أو كده بطيئة, لما يشوفوا في initiatives بتحصل حتى لو كانت من مجتمع مدني برضو هم they could يعني incubate أو يتمنوا الأفكار دي. طيب نجل الـ e-learning, هو أساسا الـ e-learning شنو؟ الناس يعني نسمع نحن دائما كلمة e-learning e-learning e-learning. ده الالكترونيك ليرنينج ده it's a theory, يعني هي في النهايه نظريه, يعني describe the cognitive science principles of effective multimedia learning using technology. يعني انه هو في النهايه مسلك يعني نظريه, مسلك علمي اوكي, بتستخدم فيه الملتيميديا الوسائط المتعدده والتكنولوجيا. في يعني analyst بتاعنا الملتيميديا they often said إنه بالنسبة للملتيميديا image الصورة it delivers يعني 100 meanings من صورة واحدة, الفيديو it delivers 100 picture يعني just a multiply. فالملتيميديا it resonate more لما الحاجة تشوفها اوكي قدامك فيديو او تشوف فيها انتراكتيفيتي او تو بي انجيج ان ات, دي الحاجه دي بتساعدك اكتر انه انت ذي المعلومه تو ريزونيت. غير كده بالنسبه لي يعني بيلدينج ان اي ليرنينج بلاتفورم, يعني اول حاجه لازم تكون اوبن, يعني تكون مفتوحه المصدر بالنسبه لدوله زي السودان, لان احنا انا هدخل شويه تكنيكال دلوقتي, انها مفروض تكون اوبن, يعني تكون based in open source software. ليه تبقى open source؟ أول حاجة الـ open source very agile, يعني فيه نسبة عالية بتاعت agility, فيه flexibility, فيه مرونة, very resilient when it comes to the open source. وغير كده future proof. Future proof معناه شنو؟ إنه أنت دلوقتي لما يكون عندك انت open source platform definitely انت تقدر تعمل لها مثلا upgrade, وبتقدر تعمل لها حاجات اسهل من انه لما يكون عندك locked system او نظام مقفول اللي هو بسموه proprietary. The proprietary system بيكون دائما نظام مغلق وبكون ما future proof, لانه انت دار تغير فيه حاجة بتدفع قروش عشان تغير يا hardware يا software. لكن الـ open it's future proof, لانه اساسا انت في النهايه بتقدر ب API integration بتغير. فعشان كده الاوبن ذاتس ماي ريكومنديشن, انه يكون اوبن اوبن بيزد ان اوبن سورس. وانا اي ثينك دكتور انور از ون اوف ذا بيجست فان يعني ان ادفوكيت اوف ذا اوبن سورس اند اوبن داتا اند وات ايفر از ثينكس ات اوبن وين ات كمز تو تكنولوجي. الحاجه الثانيه لما تبدا انت في بيلدينج فريم ورك, اول حاجه the educators مفترض to help in gathering the requirement. يعني requirement شنو إحنا محتاجين لما نبني إحنا platform, what's the functionality, what's the things الناس محتاجينها. تاني analyze this input اللي بدون إليها from a technical perspective to analyze it and create a storyboard. The storyboard is to translate whatever that written into a storyboarding. Then we start building developing a content calendars, يعني the acquiring content and developing content. الخطوة الثانية إنه educate. The education ده ما معناه إنه to educate بس the student, to educate the students and mentors both of them. الحاجة الثانية to design and deploy. والdeploy ده it's a long process. طبعا بالنسبة في ناس بتسأل questions بالنسبة لل Q&A, ممكن آخر ال session أنا أو يعني هي it's 1 hour session ممكن. فأنا ممكن أخلي like 15 minutes at last for Q&A.
طيب الرود ماب دائما في اي ديفلوبمنت رود ماب انت بتخط يعني your goals انه first بتبدا انت بالuser insights اللي هو gathering the insights بعدين developing an enhancement طبعا ده current focus and content building ده ال current focus حاليا انه to start development انه to translate to materialize الكلام اللي احنا بنتكلمه ده okay with the different bodies okay into to reality يعني to reflect this into reality first to start by gathering information and then developing لأنه في النهاية requirement كلنا احنا تكلمنا الimperatives دي في النهاية اللي تكلمنا فيها فوق دي كلها translate requirement الموجودة عندنا. الحاجة الثانية marketing and branding and brand building لازم ال brand building ده يعني it's a very important exercise إنه how to create trust بينك وبين the learners. التراست دي إنهم يعني التراست it helps إنهم هم يبقوا شنو recipient للinformation يبقوا receptive للمعلومة نفسها إنهم يتقبلوا المعلومة منك and to trust you as a source of information or a source of knowledge. تاني طبعا دي الحاجات اللي هم بيساعدوا فيها multiple factors the traffic generation user cultivation دي ما بساعدوا فيها بس فقط الجهات التعليمية دي بتساعد فيها البارتنرز لأنه أنت لما تيجي تعمل project زي ده بتحتاج لتكنولوجي بارتنرز التكنولوجي بارتنرز دول هم اللي بيساعدوك في حاجات لأنه في السودان زي ما قلنا لو أنتم متذكرين قلنا إنه البادجت في السودان بتاعت التعليم أو كلها 5% أو أقل من 5% فإنه changing the education لل public sector دي حاجة يعني it cost money فalways يعني وزارة التعليم لازم they have to tie up with يعني حتات تانية مع شركات الاتصالات مع وزارة الاتصالات مع original equipment manufacturers اللي هي الشركات المصنعة الحاجات دي إنها to help them in building the platforms وغير كده حتى building the content يعني ده لما يقولنا نحن في الفريمورك إنه في education إنه كيف المدرس أو المنتر أو المعلم كيف يوصل المعلومة توصيل المعلومة أساساً برضو عندها يعني it has changed big time من زمان لأس توصيل المعلومة زمان ممكن كان يعني أبسط لأنه حتى المتلقي كان أبسط لكن هسه المتلقيين الأطفال أو سواء أطفال أو شباب أو كده نوعا ما يتغيروا من ناحية الثقافة التقنية من ناحية مشاهدة التلفزيون السوشيال ميديا فبقى في يعني sort of awareness فانت الطريقه اللي بتوصل بها التيديوس way of delivering the information زمان maybe it will not work as it should be كده يعني في المرحله الجايه المرحله الاخيره انه انت هتصل لمرحله الماتوريتي معناها نضوج معناها انت to deploy nationwide انه انت تبقى authentic source of education. طيب next slide عندنا هنتكلم في الفيزنج. الصوت واضح وكل حاجة واضحة؟ هاي كله تمام. طيب بس معلش اشرب يعني والله. طيب بالنسبة للفيزنج زي ما قلنا احنا بلد زي السودان او يعني in the same magnitude بتاعت السودان لازم التعليم او e-learning initiatives has to be in phases يعني احنا ما ممكن زي ما قلت احنا ما عندنا اللاكجري او يعني ما عندنا البادجت ما عندنا القروش وعندنا برضو ليميتيشن يعني محدوديه في الريسورسز مع انه احنا عندنا يعني عندنا ممكن يكون في عندنا شباب وكده مطورين نظم وناس يعني متعلمين جدا جدا واذكياء جدا جدا بس برضو بتواجههم مساله الريسورسز وممكن دي نوعا ما بالنسبه للاوبن سورس ممكن تكون نوعا ما محلوله بالنسبه زي ما قلت انه في فيسز الفيسز دي بيكون اول حاجه يعني البري فيسز
مفترض اول حاجه انه نحن تو ايدنتيفاي اور بيربس اور اودينس، الناس المتلقين عندنا يعني اتراكشن بتاعتهم شنو، وديفلوب ريليفنت ايديوكيشنال كونتنت ذات ايزي تو بي اكسس، يكون في سهوله في الوصول لها. والحاجه الثانيه تكون تكنيكالي بوسيبل بالنسبه لوضع السودان. كيف تكنيكالي بوسيبل؟ كلمه تكنيكالي بوسيبل دي اتس فيري كروشال ان ا واي، انه انا لما اتكلم في حته تكنيكالي بوسيبل معناها انه انا ما ممكن يعني اعمل لي بلاتفورم بتاع التعليم معتمده 100% على هاي سبيد انترنت، يعني يكون مثلا اقل من 45 ميجا بايت مثلا البلاتفورم ما بتشتغل. فلازم تكون تكنيكالي بوسيبل، لانه مثلا نحن في شرق النيل يعني في قريتنا دي، لما بمشي عشان اكون عايز اتكلم لي مكالمه ممكن امشي لي حتات كثيره والتليفون ستيل ذا فويسز بريكنج، يعني بيكون صوتي انا كانه انا قاعد لي جوا بير. ف اتس فيري ديفيكولت يعني والانترنت طبعا يعني لو انت عايز ترسل لك واتساب مسج ممكن لازم تطلع لك في حيطه. ودي الكلام ده يعني شاوت اوت تو دي يعني تو دي تيلكو كومبانيز. التيلكوز مفترض انهم تو انفست مور ان انفراستراكشر، وممكن بعد يعني بعد ما السودان somehow يعني دلوقتي في حكومه جديده وكده، ممكن دي تو هيلب ان ايزينج يعني تو ايز موضوع السانكشن والريجليشن وين ات كمز تو ذا تكنولوجي، لانه في تكنولوجي كثيره السودان كبلد محروم منها. والتيميتلي السانكشن ده ما كان يعني الكلام ده انا بتذكر كان انور بيتكلم فيه في امريكا، انه السانكشن هو ما كان سانكشن للسودان از ا جوفرمنت، السانكشن كان سانكشن للناس اكثر، يعني الناس الامباكتد اكثر كانوا هم الستودنت وكانوا الافراد اكثر من الحكومات. طيب الفيز الاول نحن في التعليم يعني في الاي ليرنينج، لما نفكر في بيلدينج ا بلاتفورم، انه يكون سورس اوف نوليدج. سورس اوف نوليدج كيف؟ انه يكون سبورتنج، يعني انه يكون في يعني ليرنرز اند منتورز start navigating the platform, building content, يعني different content, مثلا math content, English content, physics content, chemistry content, history content, different content. Okay. الcontent دي أو المحتوى ده ممكن يكون ما tailored أو ما مفصل تفصيل على مستوى معين، لكن at least إنه هو it's a source of knowledge. إنه أنت يعني knowledge أساساً it's a power، إنه أنت تعرف يعني حتى even if you read from a book دي بالنسبة لك it's a power. And this phase it could last at least يعني I would say that at least 12 months to 15 months down the line. تاني عندك phase 2 supporting education. Supporting education when we say supporting education معناها شنو؟ إنه the platform to support all the ongoing education activities، يعني إنه يكون فيها سبل يعني زي دروس التقوية اللي هو بيعملوها لشنو، يعني الدروس بتاعت التقوية أو المدرس الخاص. أنت يعني أنا لو مثلا لو عندك أولاد ولا كده واحد فيهم ضعيف في مادة معينة، obviously أنت بتحاول تجيب له شنو مدرس بتاع فيزياء بتاع رياضيات بتاع كيمياء بتاع whatever. فإنه يبقى supporting the ongoing education، okay، إنه يكون secondary source of education، okay، to betterment the linear education to be more collaborative، يعني حتى يعني المشاركه اللي هو يكون في منتور. انت يعني التكنيكاليتي دي ممكن الناس تتكلم فيها later، انه how to be more resilient, how to be more collaborative, how to be more open، يعني حتى open not only from a software point of view also from a concept point of view. الفيزه الثالثه انه يكون source of education. Source of education معناها شنو بالنسبه للناس اللي في الاوربن non-urbanized area النوماديك tribes والحاجات دي، انه لما يكون في awareness قوية تكون في solid information يعني campaigns انها توصل للناس awareness، okay، ممكن يكون big support يعني out of class education يكون حاجة recognized by the authorities. وغير كده بيكون هو يعني أسي مثلا في دول في 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 في
أوروبا وفي أمريكا نورث أمريكا عندهم إنه هم ما بيلزموك بيلزموك أنت تعمل registration as a learner or as a student وبيحصل لك assessment وبيزد على الassessment ده بيكون عندك different مدرسين وعندك أساسا أنت ما بتعرفهم المدرسين ده أنت بتتلقى منهم المعلومة وعندك أنت في جهة معينة يعني مثلا في UK مثلا لما تجي مثلا تدخل الجامعة بتخش تعمل برضو حاجات بري الاو ليفل والاي ليفل والكلام ده بتجي بعدها في اليوكاس سيستم ده اللي بتقدم له للجامعات اليوكاس ده بعد مرات بيعمل لك اسسمنت والاسسمنت ده سيت باي ذا اوثوريتيز. ففي السودان احنا ما بنتكلم على يوكاس كونسبت بنتكلم على انه يكون في سورس اوف يعني ايديوكيشن انه يكون عندك الاوثوريتيز نفسها تو ريكوجنايز ذس بلاتفورم اور ذا اي ليرنينج في السودان از وتبقى هي الانكيوبيتر والكاستوديان ان جارديان اوف دي يعني تبقى حاجه ريكوجنايزد باي ذا اوثوريتي ما تبقى جاست اونلي انيشيتيف تبقى ا جوفرمنت اون انيشيتيف. طيب بالنسبه لديبلوينج دي يعني ليتس يعني دايف جاست ا ليتل بيت ديبر ان تك. طيب انه عشان تعمل ديبلويمنت e-learning platform في عندك حاجة very essential اللي هي حاجة بسموها الـ LMS learning management system. الـ learning management system ده أساسا يعني it started يعني long ago يعني الكلام ده من فترة طويلة ممكن من السبعينات بس ما كان اسمها learning management system يعني from the time of the cognitive load theory يعني اللي هو التليماتيك ليرنينج انه التعليم عن بعد الزمان كان موجود ف بقت يعني started there دي كانت ممكن دي كانت الكور او كانت هي الاوتوم اوف النواه بتاعت الكور بتاعت ال ام اس اند ذن الموضوع ده تطور مشى لموضوع الاي بوردز السمارت كلاسز ان الان بقى في اي اي اللي هي ارتفيشال انتليجنس بيس ايديوكيشن وفي ار فيرتشوال رياليتي يعني انت تدخل حصه بتاعه كيمياء قدامك كل الحاجات قدامك تلبس النظاره بتاعه الفي ار اوكي او الاي ار اللي هي الاوجمنتد رياليتي او الفيرتشوال رياليتي وانت ممكن تعمل تشين رياكشن تعمل حاجات كثيره كوانتم فيزيكس وريفر انت قاعد لابس النظاره بتعمل الحاجات دي. طيب الالمس اساسا هي شنو يعني as a new definition ليها اوكي الالمس هي it's a software as a service اللي هي SaaS software as a service platform software as a service معناه شنو انه انا بقدم السوفتوير كخدمه اوكي كخدمه ك ك ك, ك يعني حاجه خدميه وهي اللي بتعمل لك شنو هي gluing all the elements of the learnings together with an open API ده لما نتكلم نحن في الopen LMS system اوكي فهي it help يعني in a different areas يعني او in all the areas of the e-learning starting from the online material سواء audio video او animation in the delivery اوكي سواء انت يو ديليفر اون ويب بيسد اور موبايل بيسد ورك الكوميونيكيشن سواء انت بينك وبين الاستاذ او بينك وبين المنتور سواء عن طريق تشاتنج فورم ايميل بلوج ثاني الاوفلاين كورسز ماتيريال بيعمل كمان في حاجه يسموها الفي او دي سيرفر اللي هي الاون ديماند الفيديو اون ديماند اور الاون ديماند سيرفر ده اللي هو انت like a database where you put all your files in it فبتكون عندك برضو الماتيريال الموجودة عندك on demand في كمان التستنج انت you can host the testing and yet you can govern it يعني التستنج والحاجات دي بتقدر تعملها govern يعني لما يكون مثلا هو overseen or regulated by government او كده تاني في عندك tracking of learning يعني في عندك performance انه انت you can track the performance of the student انه the student بتقدر تشوف انه how many courses he attended كمل فيها قدر شنو
التايم اون سايد هو التايم يعني الوقت لما جاء شاف الفيديو ده شاف فوق شنو قرا منه البي دي اف ده قرأ لانه تحب تعمل حاجه يسموها البيكسل تراكنج يو تراك ايفريثينج يو تراك اول ذا جيرني اوف دي ستودنت. غير كده الحاجه فيها ملتيبل يعني اليمنتس فيها الكوجنيتيف برسبكتيف يعني البروسيس نفسها اوكي انها بتديك ريبورت فيري هاي ليفل ريبورت انه انت على الطالب نفسه انت تقدر تفهم من الال ام اس دي بتقدر تفهم منها حاجات كثيره تقدر تفهم منها الايموشنال بروسبكت انه الطالب ده ايموشنلي از مور انجيج ويز وات. الحاجه الثانيه انه بتديك برضو البيهافير انه البيهافير اوف ليرنينج انه شنو السكيلز اللي الطالب ده البيهافير بتاعه مور ريسبونسيف توورد ات. وغير كده بيديك الكونتكستوال معناه شنو انه الكونتنت which way of content that resonate better يعني احنا بنتكلم which is better is it the audio video animation شنو التاكتيك او الحاجه دي that helps engage better يعني when you يعني which aspect or which tactic that it could stimulate learning وفي يكون فيه interactivity اكثر وفيه collaboration اكثر وفيه engagement اكثر. فال LMS دي يعني tool is very important actually it's the core of the e-learning. طيب بالنسبة ل deploying the platform نحن بتكلمنا عن ال LMS. ال LMS بالنسبة لوضعنا اللي احنا في السودان اوكي وزارة التعليم عندها very limited resources to build يعني e-commerce. They need زي ما قلت لكم عايزين لهم شركاء they need partners they need alliance داعمين. اول حاجة الداعمين من الـ original equipment الـ OEMs original equipment manufacturers ناس لينوفو هواوي زتي اي الناس ديل انهم to provide tablets mobile with the big screens okay. لان احنا نتكلم في اي platform معناها it has to be a responsive application with the multiple screen okay sizes يعني it could work with the different screen sizes. ف الوزارة مثلا الحكومة كرول بالنسبة لها إنها تعمل agreement with those companies to provide easy payment easy يعني distribution للابتوب لتابلتس لموبايل فونز بأسعار رمزية يعني that's the government burden لأنه ده دي personal يعني in a personal level it will be very very difficult the government agreements. الحاجة الثانية التلكو كومبانيز يعني in our case Sudatel, Zain, MTN الناس ديلتو يعني بالنسبة للإي بلاتفورم أو learning management system نفسه يعني it could be hosted in their data centers. ما هم كلهم عندهم شنو عندهم cloud يعني سوداني عندهم data center عندهم their own cloud okay. MTN I'm not pretty sure if they do have a cloud private or public cloud, I'm not sure. Canard the same Zain and I know they have a cloud. They have both public and private cloud. Random tenant command. Sudatel عندهم كمان Sudatel it's a bulk data يعني بيبيعوا bulk data يعني عندهم big workload موجود على الداتا سنتر بتاعهم. وغير كده يعني عندهم multiple VNFs اللي هي virtualized network function لانه دلوقتي كل الحاجات بقت VNFs يعني based اللي هو virtualized network function موجوده في الكلاود بتاعتهم. والLMS دي as a software as a service في النهايه بتكون شنو يعني VNF موجوده على النتورك بتاعت موجوده على الكلاود يعني hosted in the cloud. ف your best friend in to deploy a successful e-learning platform في بلد زي السودان انه to have alliance يعني alliance your alliance should be اول حاجه زي ما قلنا صناع المصنعين الشركات المصنعه. والحاجه الثانيه شركات الاتصالات يعني انا I give a huge shout to them انهم to incubate و help يعني with the government لانه هم اول حاجه the reason why انه هم عندهم النو هاو عندهم الانجينيرز عندهم الانجينيرز لان وعندهم الريسورسز اوكي. وغير كده هم they own the platform they are platform owners. ثاني لما نتكلم في learning management system cloud based او hosted in a cloud ideal solution ده
يعني it's the ideal solution بالنسبة لك, بالنسبة لوزارة زي وزارة التعليم is very ideal solution, لأنه في complexity موجودة in the back end, يعني في كمية من ال من البروتوكولز للنتورك تيبولوجيز ل الانتجريشن اللي بيحصل في حاجات. يعني لو هم خدتوا الحاجه دي اون بريم, يعني اون بريمسز او هي موجوده كسيرفر موجود عندهم, الموضوع ده بيكون بالنسبه لهم فيري هكتيك لانه صعب تو مانج. وبيلدينج ذير اون كلاود اور بيلدينج ذير اون داتا سنتر, ذاتس سمثينج اي دونت ثينك سو دي دو هاف ذا ماني انو تو دو سو. ف being يعني a friend with the telco, I think that's the ideal scenario. غير كده يعني ال learning management system بيكون هو deployed alongside مع database servers موجودة بتكون deployed alongside, و also content distribution network a CDN أو هي بسموها compute distributed nodes. اوكي ف وفي لود بالانسر وفي برضه والسيرفيس اوركستريترز. يعني انت تكون عندك فل انفراستراكشر موجوده وين موجوده فروم دي تيلكو سايد. فانت بيكون عندك شنو, بيكون عندك بس الفيس الفيسنج بتاعتك اللي فيها الكونتنت مانجمنت سيستم اللي هي انت بتحط الكونتنت بتاعتك, يو سيت ذا رولز الحاجات دي في الكونتنت بتاعتك, ويو بيلد يور كونتنت ذا تكنولوجي. انت شركات الاتصالات نفسها هي اللي بتساعدك all the work in the back end. طيب here it's the e-learning platform from a techie point of view and I will not spend much time on this. بس دي يعني انا يعني from a network point of view, انه انت عندك عندك هنا ال external database, عندك ال learning management system web server, في عندك ده ال VOD server, وعندك هنا database هنا where you store it, and you cloudify all this workload. Once you cloudify this workload, الشغل ده كله هنا when it comes to HTTP و TCP IP والشغل بتاع routing protocols وال load balancing والكلام ده كله هيكون it's the burden of the telco company. في النهاية انت tenant عندهم, انت مأجر عندهم, انت زول مأجر مفروش, يعني انت باعتبارك زي زول مأجر مفروش, انت عندك جاي بس بهدومك. يعني اف اعتبرنا انه الهدوم هي الكونتنت بتاعتك, انت جاي بهدومك وبحاجاتك جزمك وحاجاتك, انت مأجر, انت التالنت, انت التالنت موجود عندهم في 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 النتورك. طيب here is the journey, it's a bit too much انه how to build, انه حتى this a mature journey, انه حتى لو فكرنا انه شنو عايز تشتري كتب which is not ما موجوده في ال يعني في المدارس, انه برضو فيها انه انت you tie up with a bookstore. فدي it's a full journey how would you deploy ال how the user, يعني from the sign up accepting the terms phone authentication IPIN اللي هو انك تعمل لك PIN ثاني للانتريور ممبر انفورميشن, ودي ممكن تعمل ليفل وير يعني تاخذ رقم الجلوس اور وات ايفر انه تو فاليديت وذ ذات. ف ثاني انت بتجي لما وين يو لوجين عندك تيكينج ذا كورس تشيكينج ذا كورس وبعدين الليست اوف ذا كلاسز وفيو ذا كلاسز, وفي ثاني عندك ثاني في مرحله ثانيه بتاعت الاسسمنت وال الكلام ده. ف ان سمري اوكي يعني here it's the journey of a mature platform, and it obviously يعني that's not the ideal, and I've done this يعني in couple of hours, obviously it could be much better. يعني أنا just I'm trying to deliver an information here. ف at last إحنا we have to understand إنه موضوع الـ e-learning technology is very important. Education material is very important, but yet is not a silo alignment, is not something that we could do alone, is not something that Wazart al-Ta'lim they could do alone, is not something that the al-Mudarrisin hayamalu liwahdahum, is something that it has to be incubated, حاجة تكون برعاية
وزارات، حاجة تكون برعاية حكومات، لأنه الموضوع ده بيحل مشاكل كثيرة للسودان. إنه واحدة من المشاكل في السودان زي ما قلنا إنه penetration of education، إنه الإديوكيشن ده بيصل وين، إنه الفوت برينت بتاعت الإديوكيشن والنمبر بتاع الدروب أوت والنمبر بتاع الأمية، يعني مع إنه مع الأمية في السودان حاليا النسب ما عالية، لكن أنا أود أسيوم إنه يعني في الجيل الجديد ده بالنسبة للدروب أوت من المدارس الكثيرة دي أكيد حتلاقي يعني نسبة الـ الأمية زادت. فنحن بنتكلم على educational model إنه يكون based على الترندز بتاعت الماركت، إنه something يكون adaptable، something يكون upgradable، و something يكون متماشي مع الموجود في سوق العمل، لأنه أنت ما حتقري لك ابنك أو بنتك تقريها حاجة في النهاية أنت either إنه تقريها حاجة عشان يبقى scientist مثلا يديها something very noble أوكي، أو تقري حاجة في النهاية إنها for سوق العمل اللي هي يكون فيها soft skills أو كده. فالإديكيشن has to be more collaborative education. إديكيشن يكون فيه involvement، involvement من الأساتذة، involvement من البيت، involvement من الستودنت نفسه، إنه أنت يعني تحاول تبقى في يعني learning في النهاية is not just it's a pathfinder. يعني إحنا we call the learning mission is like a pathfinding mission. يعني إنه أنت to find different information, how to access the information, how this information is resonate to you, and how this information is relevant to you, and how this information is relevant to others, and how this information is relevant to the market. فأنت لازم يكون عندك sequence of things that you are learning. And also you have to do things out of passion. يعني أنت ليه لما قلت لك الـ LMS platform بتديك emotional and behavioral prospects. إنه أنت بتفهم البروسبكت بتاع الطالب، إنه هو أحسن، هو كويس هو في الرياضيات ولا أحسن في الفيزياء. هو إذا كان هو أحسن في الرياضيات، إذا كان هو كويس في الرياضيات والفيزياء، معناه هو عنده نواة إنه ممكن يكون إنجينير، ممكن يكون سبيس ساينتست، ممكن يكون فيزيست، ممكن يكون يعني واحد بتاع كوانتم فيزيكس ساينتست، يكون واحد عالم أوكي. لو كان واحد في الأحياء كويس ممكن يكون يعني someone يعني invent things, make the things like reflecting knowledge into action. And at last الحاجة اللي عايز أتكلم فيها في يعني in the last 3 to 4 minutes it's better to do it now. يعني أنا my recommendation to the government is better do it now not later. لأنه دلوقتي العالم كله تغير، يعني العالم اتغير بعد الكوفيد 19. احنا شفنا العالم كله اتغير بطريقة. انا واحد من الناس، انا لي 12 اسبوع بشتغل من البيت. I'm working from 9 to 5 every day. I'm actually never 5، يعني دايما واحد بيخلص 7 8 9 10 يعني كده. بس life goes on. يعني الكوفيد 19 كانت بالنسبة للشركات وبالنسبة للدول كانت challenge opportunity. challenge من ناحية إنه الدول كيف إنها تعمل business as usual، إنه الدول تمشي، مش القطاعات فيها ما تنهار، لا قطاع صحي ينهار، لا قطاع تعليمي ينهار، لا قطاع تسويقي ينهار. وكان بالنسبة الثانية كان لها opportunity إنها to test their business model or their strategy. Is it durable? Is it future proof? Is it adaptable? Is it flexible? لما جت حاجة كده waves like COVID-19 ضربت البلدان كلها، هل البلد دي مشت يعني they cope up with the wave or they stagnant؟ فده it's a very very يعني significant question that we need to ask ourselves. الحاجة الثانية why now؟ لما تلاقي إنه دول العالم they have tested، فأنت في عندك مرحلة يعني الدول جنبك حتى مصر ودول في
African countries, they tested the e-learning أيام الكوفيد 19 and it was effective. لقوا إنه في discipline. فأنت عندك business case موجودة. فأنت you don't need to wait till you get a due diligence. وكون لجنة في اللجنة ولجنة في اللجنة ولجنة في اللجنة. It will never work this way. فأنت عندك business case موجودة. الكوفيد 19 ده يعني الكورونا دي كانت يعني it's inspired a lot of companies. يعني Facebook they said that إنه إحنا we anticipated to work from home till 2022. And from now on, we will work in a capacity of 20%. يعني ده كلام إنه we will work in a capacity of a 20%. That's the thing. So at the end, يعني that's a glimpse of what I يعني see. So if you have any information, لو في أي يعني information lacked أو كده. يعني أو clarification you can ask me لو في أي Q&A you can ask me or you can ممكن يعني تسألوني anytime. شكرا يعني. شكرا جزيلا يا باشمهندس أبي صراحة يعني very informative session و full of jargon للناس زبلان non technical يعني عفوا لينا لكن هي مقترح عملي. طبعا في دكتور نصر الدين دكتور صدين أظن شرق النيل برضو دكتور صدين تفضل. أنا حاول أفتح أكبر مجال للكيو إن إيه لأنه بالنسبة لي تا أكسسبل لكن عليكم السلام تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ الله يسلمك. يا ريت الزول يعرف بنفسه طوالي يخش في نصر الدين محمد أحمد علي جامعة جيزان كلية التمريض. ما شاء الله اليوم محاضرة يعني قيمة. سبحان الله يعني في بعض المصطلحات لقتني في فترة بتاعت الإجازة دي يعني اليوم ما تعرفت عليها. يعني زمان يعني زي ما يقولوا شغالين بالبسيط الإيميل والبي دي اف. أما ناس الـ HIML دي والـ CSS دي أول مرة نشوف الزادو. وسبحان الله وعندك الكاد دي ودي أثناء الويبينار أنا لقتني لكن شنو ما كنت عارفة شنو ذاته يعني سبحان الله بس دقيت عليها بس والأمور ضبطت. يعني محاضرة قيمة جدا جدا. يلا أنا بزعل الدكتور أنه عن الأوبن إي ليرنين والكلوز إي ليرنين إيش شنو اللي بتراه مناسب ناو مع السودان عشان نقدر نبدأ به. لأن أنت عارف الظروف ناو في السودان يعني صعبة جداً جداً والمشاكل كثيرة يعني وزي ما قولوا زي زور اللي عنده أرض وعايز يبنيها في نفس اللحظة عنده هو ما عنده قروش لكن عنده ثلاثة خيارات إما يبني له كشاشة يربط فيها أو بيت بتعطين أو بيت بتعطوب أو يبني مسلح هو عايز طبعاً عشان يلحق الناس بعيد للمسلح لكن ما عنده إمكانيات يعمل الحاجة دي فبالتالي الأنسب من الأشياء دي عشان نقدر إن مثلاً نمشي أمورنا الأفضل ياتوا فيهم الأوبن ولا الكلوز يعني مع الإمكانيات الموجودة عندنا إحنا في السودان الآن. تمام. دي حاجة يعني. تمام. الله يبارك. شكراً جزيلاً دكتور. الله يسلمك. أبي. طيب أول حاجة في كلمة إحنا بنقولها يعني. حتى في التكنولوجي the future of technology is open open source or open education or open data it's a movement is not just يعني a technology or a business or كده it's a movement and a way of living open معناها انه بلد زي السودان actually انه اكثر حاجه تنفع معه انه يكون open لانه اوبن معناه مور كولابوريتيف معناه انت ما في زول بيسيطر عليك انت ما عندك فيندر لوك ان ما في فيندر معين ولا شركه معينه بتمسكك من رقبتك انا في النهايه عندي بروجرامبل اي بي ايز موجوده عندي ببرمجه زي ما انا عايز الليله ده انا اشتغل مع سيسكو بكره بشتغل مع اريكسون the day after I want to work with نوكيا with Mavenir with A10 with Red Hat with IBM في عندك اوبشنز دار اشتغل مع ولا معايز ولا مع نفسي ابني ماي اون سوفت وير في النهايه بتشتغل فاوبن اوبفيسلي لانه كولابوريتيف وغير كده اوبن ليش نو
اوبن انت الاوبن يعني الفكره بتاعت الاوبن دي جات من وين؟ الاوبن سوفت وير او الاوبن ليرنينج دائما في عندك اب ستريم وفي عندك داون ستريم. الاب ستريم ديل شنو؟ الاب ستريم ديل هم الناس اللي قاعدين وين؟ قاعدين هم بيعملوا الاساس وبيدوا للناس اللي في الداون ستريم. الداون ستريم تغير ما تغير، تعمل ما تعمل، دي حاجه بتخصك في النهايه. انت ما عندك لايسنسنج، ما عندك، ما زي البروبرايتري بتدفع لايسنسنج، ما بتدفع رويالتي فيز، بتدفع ممكن في بعض الشركات بيدفعوك حاجه بيسموها سبسكريبشن لو كان في سبورت ولا لحاجه كده. طبعا بالنسبه لوضعنا احنا في السودان اوبسلي اوبن كلوز، الكلوز سواء كلوز ايديوكيشن كلوز سوفت وير او كلوز موبايل نتورك، they don't have a future, they all moving. يعني as if mass migration في mass exodus towards open, يعني the future is open. تفضل. طيب معلش دكتور محمد حسن، معلش انا قبل ما تمشي لقدام يا اخواننا، مهم جدا جدا انه يكون عندنا زي ما بيقولوا accumulation of knowledge. يعني ما داري احنا كل مره يكون عندنا مثلا سيمينار ولا ويبينار ولا كده ونضطر نعيد مفاهيم مثلا عدناها قبل كده قلناها في سنه 2013 مثلا. الكونسبت بتاع الفري اند اوبن سورس سوفت وير فيرسس الكلوزد، يعني مايكروسوفت ويندوز مقابل لينكس، المودول مقابل بلاك بورد، المايكروسوفت اوفيس مقابل الاوبن اوفيس، الاوفيس 366 مقابل الجوجل دوكيومنتس، دي اوبن ودي كلوزد، دي حاجه انا بقدر اعدل فيها واسوي فيها ودي مقفوله. المفهوم ده يا اخواننا يعني بكل اسف، بكل اسف انا شخصيا عندي معه تجربه بكيت فيها بدموعي في ستيج يعني قدام 1000 نفر كده، لما جبنا استضيفنا في تيدكس خرطوم 2013 الاب الروحي بتاع الفري اند اوبن سورس سوفت وير في العالم اسمه جون هول، امريكي من نيو هامشير. الزول ده جاي عشان يساعدنا في انه السودان كدوله تتبنى الاوبن سورس سوفت وير وتستخدم الكمبيوترز اللي هم بيقولوا عليهم الراسبري باي والاردوينو الصغار جدا باستخدام الكيرنلز بتاعت لينكس الاوبن مجانا. وهو كان بيتكلم بمفهوم ريبيليوس، مفهوم ثوري في موضوع الاوبن سورس سوفت وير، في مقابل انه لو ده ما كان اوبن ما فري، فري بمعنى فريدم وليس مجانا، انت بتكون انسليفد لزول ثاني. يعني مايكروسوفت ولا ابل تقول لك يا اخي اسمع اعمل الباتش بتاع السكيورتي في الوقت اللي هم دايرينه بالطريقه اللي هم دايرينها، في مقابل انك تعمل كاستمايزيشن للحاجه اللي انت دايرها. جون هول اللي هو استضفناه في 2013 ده، وانا حاخدت الفيديو بتاعه في اليوتيوب، من اليوتيوب هنا في الكومنتس، هو الشخص اللي صاغ الاسم ده، يعني اسم اوبن سورس هو اللي عمله نفسه. زول من سنة 69 شغال، غير اقتصاد البرازيل. شفتوا الفيسبوك عملت الموبايل ماني اسي والدفع في البرازيل، ده الزول الساخن في النهضة دي. خير اخوان المؤتمر ده الفيو بيتكلم جون هول ده قفلوا الناس الامن، والله قفلوا. انا بكيت بدموعي في هنا. يعني احنا اخوان عشان بس نكون واضحين مع بعض، ان احنا ما حنقدر. حاضر ده يا انور، كنت حاضره انا. هاي 2013 فيها كافي برج الفلع يا اخواننا، ان احنا قاعدين نشوت رصاص في رجلينا، يعني بنستعدي بعض وبنحسد بعض وبنكسر يدين بعض. يعني اللاك اوف نوليدج دي ما اظن سيما الواضحه للاكاديميين والباحثين والانجينيرز زي ابي وبتاع بنصديه في الباحثين السودانيين ولا في تيدكس ولا غيره، ده اللي عارفين كويس، عارفين الموضوع يحصل شنو. مشكلتنا دائما التكسير من قبل الجفرنس، دي المشكله بتاعتنا الاساسيه. فعليكم الله اخواننا عشان نبني فوق هنا بتاع بعض كل الليسته دي، الليسته بتاعت الويبينارز اللي قدمها دكتور محمد حسن ودكتور محمد حسن دكتور شاهيناز بتاعت التعليم الالكتروني بما فيها الويبينار ده، الناس تحضرها. يعني لما تجي الويبينار الجاي هنستضيف منه، هنستضيف الشباب اللي عندهم منصات تعليم الكتروني شغاله سودانيين. السيمينار بعده هنستضيف شركات التليكوم الاربعه ذكرهم ابي، لو تعالوا اخوانا وروني انتوا عندكم شنو بدك تحلوا لنا مشاكلنا كيف، عشان نجمع الامور. ودي كلها هتتساق في شكل مؤتمر للتعليم الالكتروني، شغالين في وصف البروبوزر بتاعه دكتور محمد حسن، وفي كميه بتاعت خبره هيكون اون بورد. انا بقول الكلام ده يا اخوانا ليه؟ لانه والله في اسئله بتشعرك بالحزن، بانه يا اخي كاننا دايرين سبون فيدنج، كانه الواحد
ده كده اكله في نايو. يعني احنا ديديكيترز، يعني احنا ناس باحثين لازم نجري ونتعب ونسوي ونكون في اخر حته مستنين اللي بعدها. انا اسمع المداخله دي لك يا اخواننا بصراحه، محتاجين نشتغل اكثر يعني نجتهد. في انور بس في حاجه انا بس عايز اضيفها. نعم. بسيطه. بالنسبه لل زي ما قلت انا، الاوبن سورس از ا موفمنت، يعني بالنسبه لريد هات، احنا شركتنا ريد هات، احنا وي ار ذا يعني ليدنج وين ات كمز تو ذا اوبن سورس لينكس. فيدورا بروجكت، عندنا بروجكت، انا اي ارجو ايفري ون ذات هاز ا تكنيكال باك جراوند، في عندنا حاجه اسمها كوماند لاين هيروز. Command line heroes, it's all about open source. You interact مع ناس in the level of Chris Wright, our CTO, Red Hat CTO. ناس يعني building members in the open source community. وغير كده open source لو ما كان open source لو ما كان the future، شركة زي IBM بتدفع عليها 34 مليار دولار to acquire اسمه شنو هو Red Hat. ولما عمل acquisition جيني روماتي the last CEO of IBM قالت نحنا when we acquire Red Hat before we acquire Red Hat إحنا كان عندنا يعني almost we used to have 20% يعني كان عندنا 20% من ال hybrid cloud market. بس بعد Red Hat إحنا متوقعين إنه revenue بتاعنا يوصل في حدود ال 1 بليون، يعني ممكن اونلاين تفتشوا حتلاقوا الفيديو ده. اوكي 1 بليون يو اس دولار اند تاب انتو ا ماركت باي 2030 باي 1 تريليون دولار. ده بيست بس سوفت وير، اوبن سورس سوفت وير، لانه الناس كلها يعني الشركات وكده كلهم عرفوا الحاجه دي انه ذا فيوتشر از اوبن. يعني لما تمشي انت تبقى فيندر اجنوستيك، سوفت وير اجنوستيك بالنسبه لك الحاجه دي افضل ما انك تكون زي ما قال انور عندك انت بتاع ماسكك من رقبتك، انه فيندر ماسكك من رقبتك. اتفضل دكتور محمد حسن، انا اسف يعني طولته. العفو. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم الله. جزاك الله خير يعني باشمهندس ابي على الويبينار القيم جدا، وصراحه استفدنا منه كثير وتعلمنا منه كثير. ويومي والله يعني انا متابع للويبينار اللي بيتعمل من الباحثين السودانيين، فكل يوم الواحد بيتعلم حاجه جديده. جزاكم الله خير. انا دار اعلق دار تفصايز على حاجات معينه. انا دكتور محمد حسن طه من جامعه الشارقه، اسيستنت بروفيسور اوف ميديكال ادكيشن. حقه يعني زي ما قلت دكتور انور، حقه نحن نتفق على نقطه وننطلق منها، انه والله بالنسبه للسودان از لو ريسورس سيتنج احنا حنمشي على الاوبن. والآن في مبادرة برضو قائمة في الجروب بتاع الواتساب الموجود، يا ريت دكتور أنور لو أضفتها باشمهندس أبي للجروب، على أساس أنه نوحد الجهود ونمشي لقدام. دي الحاجة. الحاجة الثانية، حقه نحن في السودان نتفق على list of as expert باشمهندس أبي على LMS الناس يشتغل عليها، يعني لأنه كثير جدا في النقاشات الواحد بيشوفهم بيتكلموا عن LMS. زي ما قلت لك بيه باشمهندس، بتحتاج لشبكه قويه جدا، بتحتاج ل انا ما حذكر اسماء، لكن بتحتاج لتعقيدات قد ما تكون موجوده. اذكر اسماء، بلاك بورد ايوه يعني مثلا زي بلاك بورد مهم جدا يا دكتور احمد حسن. احنا ايديوكيترز، احنا ما ناس سيلز بيرسونز. لا بس عشان ما ادخل عشان ما اخش في قصه بتاعت كونفليكت اوف انترست، لكن يعني مثلا انا عن بلاك بورد عشان الناس تكون عارفه اوير بس في السودان. أيوة. What we are talking about now. ايوه انا اشتغلت ببلاك بورد، واشتغلت يعني مع يعني فاسيليتيتنج ماستر بروجرام 5 سنوات بالموديل. فبالنسبه لي ما انا ما شايف في فرق بيناتهم. بروفايدنج ذات الكلام كان بيقول فوق بيني وبين، والله احنا ممكن نطور في ال ام اس الموجود زي موديل او غيره، ال ام اس الثانيه الكثيره، بحيث انه يتناسب معانا في السودان. لانه انا عرفت انه الموديل ما بياخد حيز كبير جدا من الشبكه، وغير في كاميل وفي في الطف فري او اوبن سورس يعني الابس. فحق نحن الان نتفق على ليست ليت اس سي 3 4 5 از اوبشنز ونشتغل عليها، وطوالي نبدا في في في
النقطة المهمة جدا اللي ذكرها أبي في العرض بتاعه اللي هي بالكونتنت ديفلوبمنت. والكونتنت ديفلوبمنت الآن في مبادرة شغالة في الجروب دكتور أنور ناس باشمهندس أحمد داوود، فياريت برضو يعني أبي لو جوين الجروب ده على أساس إنه في النهاية نطلع ببروبوزل كامل من ناس إكسبيرت زيكم ويمشي لوزارة التعليم، إنه والله ده البروبوزل بتاعنا بيزد على الخبرة بتاعتنا، ومعه guidelines أو 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 حاجة بنتفق عليها في ما بعد. جزاك الله خير أبي، أثرت نقطة مهمة جدا وأنا يمكن يعني لفتتني جدا، لأنه أنا في فترة من الكارير بتاعي أز طبيب اشتغلت في منطقة النومنس، يعني اشتغلت في شمال دارفور في أرحال كثيرين جدا، وفي تقديري الإي ليرنينج ممكن يكون حل المشاكل، لأنه صراحة يعني مش شمال دارفور بس أهلنا في كل ولاية السودان في نومدز وفي انقطاع عن التعلم، يعني خاصة الناس الشغالين في الرعية وفي الزراعة وكذا، فالإي ليرنينج ممكن يكون حل وبتكلفة بالمناسبة أقل بكثير جدا من الـ من الـ من الـ من الـ من الكونفنشنال ليرنينج. أخيراً أتفق معك تماماً تثبتت دويت ناو، الآن العالم ماشي لديجيتاليزيشن ماشي لتطور، ومن لا يتقدم يعني ومن لا يتقدم يتقادم يعني مع مرور الزمن، وكفاية إنه إحنا يعني 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 السودان بلد غنية جداً بالإكسبير بأمثالكم، وفي كثيرين جداً يعني as a human resource I mean، فكفاية إنه إحنا نكون في الوضع اللي فيه، يعني كفاية الجامعات تكون في الرانكينج لو، كفاية يعني التعلم يكون متوقف 14 شهر أو 16 شهر يعني في السودان، ف it's high time to move. حاجة أخيرة دكتور أنور، إنه يعني مع المبادرات الموجودة نحن نفتكر برضو محتاج نشتغل على ليفل أعلى مسألة السانكشن. هل السانكشن دي يعني جزاك الله خير، أنا قلت لك مكاتبة قبل كده كانت واصلت عظيم مع السفير الأمريكي في السودان، هل السانكشن دي موجودة ما زالت للسوفت ويرز والأبس والداتابيز، ولا تم رفعها 2017 زي ما طلع كلام؟ فالمسألة نحن دي نيت تو انفستيجيت، ربما مع وزيرة التعليم، ربما مع السفير السودان في أمريكا. المهم نحن وي نيت حتى لو استضفناهم في ويبنار لو وصلناهم، نحن لابد إنه يعني اتس هاي تايم لأنه السانكشن دي نشتغل على إنه يتم رفعها، أو إذا كان رفعت بارشلي يتم الرفع تماما، باعتبار انه دي قد تكون معضله، ما معضله اساسيه، باعتبار انه الناس شغالين يعني الان، لكن حتساعد كثير جدا في 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 حل كثير جدا من الاشكالات. وجزاكم الله خير. طيب انور، هنا في تقوى ادريس يقول ثانك يو كيف يس النوماديك، يعني الاي ليرنينج بالنسبه لل يعني لما دي الحاجة دي لما أنت بتتكلم في الالاينس، لما يكون عندك الالاينس مع شركات بتاعت OEM، شركات بتاعت اتصالات، إنهم بيوفروا أجهزة تكنولوجي بأسعار رمزية، الناس اللي في الوور زون أو الناس اللي في المناطق دي بيكون عندهم أكسس ليها، أو حتى يعني لو يتعامل one class واحد فيه لابتوب وفيه إنمارسات جهاز بتاع إنمارسات One Class موجود وفيه يعني access لإنترنت، والناس اللي بيقدروا يدخلوا على classes فيه، ممكن المنطقة أو الكامب أو الكامب بتاع سواء refugees أو displaced أو كده، إنه حتى يقدروا يدخلوا من مكان واحد من جهاز واحد. I think this is, it will be a plus. يعني نحن ما يعني our ambition إنه من الناس يكون كل واحد عنده تابلت أو كل واحد عنده موبايل فيه إنترنت كونكشن، بس إحنا بنتكلم at least إنه يكون أنا ما if you ask me my opinion إنه لما في أمريكا حصلت كاترينا الإحصار عشان ما يوقفوا الناس من البتاع، بعد ما الدنيا هدت والدنيا كلها تكسرت، الناس دخلوا كلهم يتحولوا إلى يعني في نيو أورلينز، يتحولوا كلهم لشنو e-learning. الإي-لرنينج بيجوا في الكنائس، بيدخلوا بيحضروا كلاسز. فالوور زون الكونفليكت أرياز
التعليم بالنسبة لهم أسي حالياً it's a privilege, بس التعليم is not a privilege, it's an inherited right. التعليم it's an inherited right, is not a privilege. فدي حاجة مفترض إنه يعني حتى الناس in the government يفهموا الحاجة دي, إنه أنت لما بتدون تعليم أنت, أو حتى الناس في شرق النيل في البطانة في الحتات الثانية في السودان, ده ما نقول السودان ده كله مهمش إلا الناس اللي في السنتر طبعا. ال 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 يعني التعليم بالنسبة للناس للأطفال وللصغار والكبار والنوليدج is not يعني a complementary things, is not يعني cheesecake, يعني it's something, it's an inherited right, يعني it's التعليم ده حاجة, it's one of the foundation of freedom, إنه الواحد يعني principle of freedom إنه أنت to have access to information or access to education. ودي الحاجة دي إحنا we totally يعني yet إحنا we are not there. ف hopefully إنه with the efforts of الشباب الموجودين دول إنه يعني forward, إنه الحاجات دي تمشي forward, إنه ما يكون بس only كلام ويبقى يعني أكثر من إنه كلام. أوكي تمام. أنا بالنسبة للحتة اللي أثرتها يا دكتور أحمد حسن, دكتور محمد حسن على السانكشنز, السانكشنز دي يا أخوانا لو الناس تعرف, إنت الناس اللي بيتعامل معهم دي الأمريكان ولا غيرهم بيتعاملوا كيف أو بيتفاهموا كيف, السيفيل سوسايتي عنده رول كبير جدا جدا في الكلتشر الأمريكية, السيفيل سوسايتي موفمنت إلى آخره إلى آخره, لحد الهاشتاج بتاع ميتو والسي دي يعني بلاك لايف ماترز وكده. فإنت ده كمجتمع سوداني, أنا بتكلم عن حكومة, مجتمع سوداني, جامعات, أساتذة, طلاب إلى آخره, متضررين من العقوبات الأمريكية في الدور بتاعه بس بتاع الأكسس للنوليدج والفلو انفورميشن والتكنولوجي وكده, يفترض احنا نقوم بدور, والدور ده المفروض يكون مستمر ويكون باجتهاد وما نان ستوب, يعني ما حاجه كمان فرض كفايه انه لو عمل انور يقوم محمد ما يعمله, لو عمله الشيخ يخليه لا, كلنا persistently وcontinuously في نفس الوقت parallel in parallel بالتوازي مع الكلام ده, يفترض انه طوال نمشي في اتجاه توفير التكنولوجيات بتاعتنا المحليه. يعني كوريا الشمالية بنواسوا عليها سانشنز لكن عندها صناعات رهيبة جدا جدا. كوبا عليها سانشنز لكن من أفضل الدول في الطب. إيران عليها سانشنز لكن من أفضل الدول في التكنولوجي. الناس دي كلهم عملوا اللوكال اندستري, يعني الطريقة بتاعت الاستثمار بتاعهم في 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 اللوكال تالنس اختلفت تماما. ما مستنين إعانات, ما مستنين زول يديك ويقف لك طيارة ينزل لك منها حاجة. الناس دي عرفوا خلاص إنه والله آخر حاجة دي ما هتكون قريبة. الـCivil Society, الـNGOs والمعارف شنو يشتغلوا شغلهم في الـAdvocacy, كل زول مننا يكون في Petitions. يعني إخوانا الحد داسي يا أخي, معقول يا أخي من ما جات كورونا الحد داسي إحنا Petition واحد ما عملناه كأساس جامعيين ولا كطلاب, دي حاجة تحير. يعني كأنما أنت ما مهتم بمشكلتك, الدار يتم لك بها منه. يعني إخوانا الناس تركز في الموضوع بتاع المعرفة. الحاجة الثانية بفتكر إنه الاستثمار يفترض يكون في developing local talents, وإنه يكون المودل الفيرجن بتاع مودل الأوبن ده اللي هنعدله يفترض إنه ما يكون بس للlocal consumption بتاعنا, نفكر big, نفكر في إنه نعمل الفيرجن بتاعنا بتاع مودل نبيعه للدول التانية. ما هو حاجة open source إنت بتعدل فيه وبيبقى بتاعك, داير ترجع open source عن تساهم للcommunity تمام, ما داير يا أخي أخذ فيه اسمك. ما هو Red Hat Linux ده الكيرل بتاعه الأصلي بتاعه open source, هما مجموعة عملوا الكيرنل اللي اسمه ريد هات وعملوا فيه البراند, في ناس تانا عملوا اوبونتو وناس عملوا إلى آخره. فالناس لا تفكر تفكير استراتيجي في الحياة زي دي. والله يا أخواننا نحن دائما نخدم بلدنا والله بكل ما نملك من قوة, لكن بنشوف إنه في يعني حاجة كده ما مفهومة, يعني إنه كل زول بيزاقونه برقص في بر الحلب وراءه. إحنا أسف في البحثين دائما بنحاول إنه خدت الحاجات مع بعض, يعني جزء بتاع الإديوكيترز والكونتنت ده عنده ناسه, الجزء بتاع التليكوم والتكنيش عنده ناسه, الجزء بتاع الانستليشن عنده ناسه, بنحاول نلم الحاجات مع بعض عشان بعد شويه لما تعاين كده تشوف المشهد كامل, ما يكون انت لما تسمع اي ليرنينج مثلا ما تكون عارف انت الموضوع ده شنو, انما تكون كلها مع بعض. تقوى طلبة مشاركة أبي. بس في جزئية
أنور أنت يعني ذكرتها. يعني unfortunately ال government ما عندها clear لا زمان ولا أسر، ما عندها clear vision على موضوع ال education. يعني ما يعني أنا مبارح قريت لي بوست كده إنه في conflict في كتاب معين بين two governmental bodies. البوديز دي إنه ده بقولي أنت ما سألتني وده بقولي أنت سألتني وده سألتني وما سألتني، ف يعني مضيعين الوقت كله. يعني they are not enjoying the fruit, they are enjoying the hassle الناس دي. فال government أنا I argue the government إنه يكون عندهم sustainable development plan بالنسبة لل education. ال education it matter، التعليم زي ما قلت it's inherited right. التعليم يعني حتى في the bill يعني the bill of rights كان مكتوب، يعني مكتوب في التعليم واحدة من الحاجات اللي كانت في البيل أهداف الإنمائية اللي أهداف على sustainable بالضبط كده. فمفترض إنه يعني زي ما قلت جائحة كورونا دي، يعني كورونا كان يعني مفترض إنه الحكومة they copy experiences from elsewhere. يعني a lot of countries they excel، كراعهم غرزت شديد وطلعوا منها stronger than ever before. ف it's a very great example and they should excel and they should replicate the experience. أستاذة تقوى تفضلي. أنا آسف يعني أخذت تقوى. ستقوى المايك مفتوح لك، تفضلي. طيب يا اخواننا الناس اللي في اسئله في كومنتس تجي في الفيسبوك دائما، هل السودان جاهز للتعليم الالكتروني؟ هل الانترنت السرعه بتاعته؟ انا بقوم بسالكم، بقول لكم هل السودان جاهز للواتساب؟ هل السودان جاهز للفيسبوك؟ ما هو انت بنفس السرعه بتاعت الانترنت وبنفس الديفايس اللي عندك وبنفس السوفت وير الموجود في الموبايل بتاعك ده، اذا كان اي حاجه غير ريبيكا، حتى ريبيكا ذاتها ممكن تعمل بيها يعني تعليم الكتروني لو حصل موديفيكيشن. المهم في الموضوع انا ما اقدر اقعد انظر، بس ده اقول لكم لو في اي سوفت وير بتستخدمه وصل بالانترنت وانت قاعد في اي حته في السودان، الو، ده بيخلي التعليم الالكتروني ممكن في السودان لاي زول. تقوى تفضل يا وضع. تفضل. تقوى طيب انور، بالنسبه لموضوع انه الناس لما تتكلم في انه are we equipped يعني enough when it comes to the technology، وهو الانترنت بتاعنا بيقبل او عندنا الانفراستراكشر تو اكوميديت اي ليرنينج والكلام ده، مفترض نعاين للجزئيه اللي انا تكلمت فيها انه build a solution that technically possible. في اي solution لما انت تبنيه ممكن انت اساسا بتتحكم في انه in what bandwidth it could work. ولما يكون انت عندك cloud based LMS في بالنسبه لل accessibility للمدارس نفسها ممكن يحصل الكلام ده عن طريق اسمه شنو هو، عن طريق انترنت، انه نكون موصلين من 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 عن طريق VPN tunnel IPsec traffic متوصل على كلاود، ومن الكلاود يكون عندهم انترنت هم من الـ يعني موصلين للببليك كلاود نفسها، وممكن يكون هم يعني يكونوا زي بيكن انهم للقريه او كده انهم بوصلوا لها شنو الاديوكيشن. فهو از نوت اباوت ذا تكنولوجي، تكنولوجي از فيري فليكسبل، بس هو اتس اباوت ذا ويلنس، الويلنس انه الناس تسمع، انه الـ زي ما قال انور في كلمه كده انت بتقولها دائما اكاد شنو بتاعت الشفلز دي، الناس بتدس الشفلز. اي دس المحافير، الواحد ده تساعده في دفنه. ايوه اي بس دي شفتها، الناس دي اللي هم شنو بيدسوا المحافير. فدي دي ناس في السودان عموما. هاي انت نحن في شنو، نحن يا اخي انت بتتكلم يقول لك لا والله في ناس السيدي ماتت في الجوع، في ناس ماتت في المعارف شنو. احنا والله يا أبي بكل صراحة احنا ما دايرين open source software ولا دايرين
اي ليرنينج، احنا دارين اوبن جوفرنمنت، لانه الجوفرنس ستايل اللي ماشيين فيه وسع، يعني احنا كلنا نحن جارين 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 عشان نصل لوزير ولا نصل لرئيس وزراء. انا ما دار اصل لزول، انا داري يكون عندي الامكانيه بنفس القدر بتاع الاوبن سورس سوفت وير الموجود حاليا. انا ممكن اخواننا اسيدي يا صاحب اتكلم معاكم عن لي فانكشن جديده واضيفه للاوبريتنج سيستم اسمه لينكس، ممكن اضيف لاي حاجه في جيت هاب، لكن ما بقدر اضيف حاجه لحكومه السودان اللي هي حكومه بلدي انا ده يعني، وممكن حكومه تكون جايه بعد ما انا ده مت او قربت اموت ولا الى اخره. فدي حاجه احنا الجوفرنس ستايل ده عندنا فيه مشكله حاليا، مبادرات كلها بتمشي كلام فارغ لانه ما قادرين نوصلها يعني. يعني بنبقى كده زي شنو، زي قاعدين في خليه بتاعت نحل كنا داير نصل للملكه. يعني الناس كتار بيموتوا يعني في 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 المساله دي، فاعتقد انه دي جدا عندنا فيها اشكاليه. تقوى تقوى تفضل. ايوه سامعني هسه كده؟ نعم تفضلي. اوكي طيب الحمد لله، السلام عليكم. انا سعيده جدا 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 يعني فوق ما تتصوروا بالترند اللي احنا ماشيين فيه. انا اسمي تقوى احمد ادم، طبيبه متخصصه اشعه تشخيصيه و ريسيرش فيلو، كنت ات فيرست يونيفرسيتي اوف تكساس ام دي اندرسون كانسر سنتر، وحاليا ريسيرش فيلو في ماساتشوستس جنرال هوسبيتال في هارفارد يونيفرسيتي. الباثوي بتاعي ا ليتل بيت كونفولوتد، بس الفكره فيه انه رايت ناو انا يعني بقيت مقتنعه 100% انه السوليوشن فور اور بيبل It's really depend on the technology. والحتى مشاكلنا بتاعت ال learning depend on technology. وال terminologies بتاعت ال democratizing education ومش عارف ال liberal education وكل الحاجات دي الواحد اتعلمها وشافها عند الناس ديل يعني. وكل يوم بيشوف الفكرة بتاعت الأوبن سورس، يعني في سوفتويرز بيشتغلوا بيها هنا في الريسيرش لابس، هم يعني أساساً أوبن سورس سوفتويرز. ودي حاجة أنا مستغربة ليها، إنه إحنا يعني الحاجة دي المفروض إنها هي موجهة للناس زينا يعني، أو يعني دولنا إحنا. الشيء الغريب إنه ما إحنا ما عندنا عن الحاجة دي أدنى فكرة، وبتحس انه كل الناس بتغرد خارج السرب يعني في الحاجات دي. نجي للموضوع الذي يليني من ناحيتين. الناحيه الاولى انه انا اوريجينالي من دارفور، ويعني واهلي في مناطق بتاعه وور زون، ودروبت اوت اوف سكول بعدد ضخم مهول. يعني أنا I doubt إنه next 50 years will يعني can cover the gap ده، لكن كل ما استعجلنا كل ما بقى أحسن. المشكلة الأساسية اللي أنا بحسها في الوقت الحالي الفكرة بتاعت الإنترنت connection، يعني إحنا لغاية ما نعمل fix، لأنه في واحد من الأساتذة هنا الدكتور الشيخ أو أستاذ الشيخ يعني معلش الألقاب ننساها يعني، فهو اتكلم على إنه حاولوا to implement الحاجة دي في شرق السودان وكان الانترنت مشكلة. فأنا I believe إنه the people outside the big cities في كل مكان في السودان حيكون the main problem عندهم. السبستيتيوت للموضوع ده يعني أعتقد إنه يعني مفروض يكون في حل آني وحل على المدى البعيد. في كل الأحوال I believe in the e-learning as a solution، وده اللي ممكن يعمل لنا زي حاجة زي بنفس نظرية القفز الزانة، يعني إحنا ممكن within few يعني period few time إحنا نقدر to fill الجاب الضخم والدروب الحاصل لنا في الكوميونتي. ده جانب. الجانب الثاني اللي هو يعني ده أبسط حاجة، أنا الأسبوع الفات خاطبت واحدة من البنات زميلاتنا
شغالة تبع المنظمات الطبية ومنظمات الصحة العالمية حاجات بالشكل ده. فكنت بتكلم عن موضوع الماتيرنال ديث يعني، فقلت لها أن إحنا في بكل بساطة أنت ممكن تدرب ميدوايف، يعني مش تدريب التدريب الميتيكيولوس الفيري، لا حاجة very simple. لو سمحتي أمسكي جهاز الألتراساوند ده، وفيها سي واحدة من الكمبانيز عملت جهاز ألتراساوند very smart very small you can just connect it to the ايفون. التكلفه الكليه بتاعت الحاجه دي ما بتاخد ليها مور ذان 1000 دولار. يا اخي اعملي خدي الجهاز ده في الحته الفلانيه في بطن المراه البريجننت، يعني او يعني just put it in specific quadrants and then upload ال بيسموها شنو هي دي، حملي لنا الايمجز دي في الكلاود سيستم. في دكتور قاعد شغلته الوحيدة إنه يعمل صورت، أي أيوة والله يا أخي فلانة دي جيبوها المركز المدينة السنترال سيتي، وفلانة دي ما تودوها أو فلانة دي خلوها عندكم في الحلة. ده very simple program بينطبق فيه التكنولوجي وبينطبق فيه الحاجة بتاعت الإي-ليرنينج، بس مش على مستوى الكيتس لكن على مستوى القطاعات الصحية. آخر نقطة دايرة أقولها إنه إحنا محتاجين في الجامعات نفعل مفهوم التكنولوجي، عشان لما يجي تول بتاع إي-ليرنينج نقدر إحنا حقيقة نستغله بطريقة بروبر. يعني إحنا أنت ممكن تقول لي إنه أنت عايز البروغرام ده عشان تطبقه على الأطفال، لكن واحدة من السلايدز اللي أنت تكلمت عنها يا أبي وكانت حاجة مهمة، الكونستراكشن بتاع الموضوع ده على المدى يعني بروسيس وفيسيس وكده. فممكن الناس يعني الفترة الأولى دي الناس تتوجه إنه to implement the idea of technology learning through the universities، وما يبقى الناس همها يعني وفكرات الأساسية عن الآيفون اللي احنا شايلينه ولا whatever الجهاز، إنه it's just a connection to the social media والصور والحاجات واللايفز ذوي اللايفات الكثيرة يعني we can get a maximum benefit from it. وبشكركم جدا وكلام كثير، لكن أنا I'm so glad يعني والله قدر ما يعني ما أعرف أشرح لكم أو أعبر عن إحساسي يعني، لكن أنا I'm so glad يعني welcome to the club يا تقوى. يعني احنا يا هو جروب اوف ايديكيتورز تكنولوجيست وريسيرشرز وكده في باحثين السودانيين كلنا اخذنا على عاتقنا انه نعمل مبادره نحرك الامر الواقع، لانه is not of our benefit انه الحاجات تكون قاعده stagnant زي ما قال ابي. فعندنا جروب بتاع واتساب، انا I'm going to send you a private message I need to join كل الناس. هسه هنعمل حمله بتاع التدريب لكل الايديكيتورز في السودان كل الإي-ليرنينج يعني سوفت وير وإلى آخره، وهنحاول كمجتمع نجي مع بعض. ما هي دي المشكلة الكبيرة الفيلير المتكلمين فينا أنه كل زول براو. معلش بس آخر حاجة أقول لكم، أنا شغلي فات كان أوفيس بيست، الشغل الجديد بقى يعني هو it's not 100% home based لكن home based، ومع الكورونا بقى 100% home based. أنا for the first time أنا ذاتي يعني أنا طبيبة وجيت أمريكا عندي سنتين ونص وشغالة researcher، أنا لأول مرة أحس بمدى أهمية إنه الواحد يبقى engaged into the technology رغم إنه زوجي IT engineer وأي حاجة. فبيجيت حاسة إنه بفتش اللاج وين، لقيت إنه اللاج في الاويرنس بتاعنا. يعني انا واحده معتمده على انه يدرسوني يقولوا لي الشيء ده مهم بقوم ايه خلاص والله الحاجه دي مهمه اقراها الحاجه دي يعني ده بيرسونال اكسبيرينس. لكن شويه 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 بتمشي بتطلع برا بتلقى انه الدنيا مختلفه، ولدي مختلف، ولدي بيشتغل اونلاين، كل حاجه مختلفه من البوينت اللي قبلها. اتمنى انه احنا عيالنا يوصلوا للمرحله دي. وبالنسبة حلول مؤقتة لأولادنا في الحروب، مناطق الحروب، ممكن فيديوهات short videos تتسجل وتشتغلوها لهم playback every time في TVs screens، تشتغل solar energy لغاية ما ربنا يسهل والإنترنت يوصل ونحل المشاكل الباقية دي يعني. بإذن الله. Thank you. أنا برضو داير أشير يا أخوانا للحتة بتاعت إنه الشركات بتاعت التليكوم it's a high time إنه تكون بارتنر في توفير الحلول. Otherwise ناس فيسبوك وناس جوجل وناس تسلا، الثلاثة ديل عندهم حلول بتاع توفير كونكتيفيتي انترنت كونكشن مجانا للعالم كله. فإنت whether you become a partner now
ولا هتبقى كومبيتيتور ليتر في يور اون زون في يور كومفورت زون ولا شنو يا أبي؟ طبعا في واحده من الحاجات اللي انا اي منشند انه لما قلنا احنا educate يعني في phase one of the phases يعني in the framework is to educate. Educate هو بالنسبة للstudent it's spreading awareness. بالنسبة للmentor أو الeducator it's education. To educate أول حاجة ال value بتاعت الحاجة اللي هو بيعمل فيها. الحاجة الثانية ما هو الأمية التقنية إنه يكون في محو أمية تقنية للمدرسين. يعني المدرسين في منهم كثير أو الإديكيترز عموما علاقتهم بالتكنولوجي علاقة بسيطة أوكي يعني تقتصر على السوشيال ميديا وال and that's it. يعني I'm not an excellent one. ف that's very essential إنهم هم يقدروا يتعاملوا مع next generation education. دي حاجة يعني مهمة. غير كده شايف دكتور محمد الحسن كتب asynchronous أي محمد حسن asynchronous e-learning is better option. asynchronous learning يعني I think إنه it's displaced. ما إحنا عشان كده خدتنا phases. يعني if you look at the first phase it's asynchronous learning. إنه أنت source of knowledge لكن you are not. يعني if the phase two أنت you are start supporting يعني education. But أنت يعني if the phase three أنت to become a source of education. بس بالنسبة لل displaced area موضوع ال videos ال playback ولا ال video on demand دي I think it's a great idea. بس it need to be يعني we need to have a governing model إنها تتعامل كيف يعني وبالنسبة للconnectivity يعني زي ما قال أنور شركات الاتصالات أساساً part of the CSR CSR stand for corporate social responsibility CSR يعني it's a stand for corporate social responsibility فCSR دي عندهم كلهم هم CSR فممكن انهم هم to support education it could be one of the things that it يعني ignite their interest when it comes to the corporate social responsibility also telco companies يعني كلهم هم they are supporting the SDN the sustainable development SDG sorry the sustainable development goal well, sustainable development goals, part of it is education and access to information. فالكلام ده يعني أنا I would really love to see a panel فيها telco companies. يعني أنور أنت you have access to these guys and I do have access to these guys. I know يعني quite a bit منهم. They need to tell their view. يعني no commitment قولوا لنا انتو from a technology point of view what are you capable of. يعني انا عارف مثلا زين كلهم عندهم SDN بالضبط انت عارف يا أبي انا رسلت في جروب بتاع شباب كلهم تون اي تي وكده وشغالين في التليكوم كومبانيز رسلت لهم قلت لهم يا شباب انا داير ريبريزنتيف من كل واحد من الشركات كنار ام تي ان زين سوداني يجي يشاركوا في بانل عن انه شركات الاتصالات في السودان عندها شنو تو اوفر للتعليم الالكتروني. يعني قول لنا احنا ما الكلام ده احنا نتكلم بس من برسبكتيف بتاع احنا مجتمع واحد عندنا مشكله ودا نحلها ده نشوف. انا والله كانور انا بساعد في التدريب بساعد في الكوردينيشن بساعد في المنهج بتاع الكمبيوتر ساينس الى اخره. انت قول لي انت كتليكوم عندك شنو تقدمه لي زي ما بعدين هيجي الوزاره تقول لي انا والله من ريجوليشنز عندي كده يجي المركز القومي للمعلومات يعني كل الستيك هولدرز فاسب نحاول نلمهم كلهم. فا يا أبي الحتة دي في واحد اسمه نزار مش نزار اسمه خالد محمد علي خالد كان مدير مشاريع في السوداتيل عارفه ايه خالد محمد علي عنده سودان انوفيشن المبادرة السودان اي سودان انوفيشن عنده مبادرة جديدة بتاع التليكوم
احنا ما الحاجات أيوة. دي كل الفراجمنتس بتاعتها هنحاول نلمها في حته واحده يا ابوي. احنا بس دايرين الناس ما هو الناس في الاول احنا وي ستارت باي سبريدنج اويرنس. السكند فيز انه انا اي وود لاف تو هاف ا بانل يكون فيها someone representing telco, someone representing education من ال government, someone a teacher, okay, و someone يكون يعني audience يكون يا أنور زيي وزيك ناس فاهمين يعني صراحة if the discussion went off إحنا we know يعني if these guys what they are saying is reasonable or just they are لأنه يعني in end of the day these things it need to be addressed someone from the government and someone from the telco. إنه الحاجة تتكلم إنه الناس يكون في transparency. إنه transparency الله يفتح عليك. إنه transparency يعني أسي أنا لا في الفترة الفاتت دي كلها بحاول أتواصل مع يعني عدد من الأطراف بيجت زي اللي يقول لك the elephant in the room ولا شنو. كل واحد خات يده في الفيل, كل واحد قال نفسه هو الوحيد اللي خات يده في الفيل. تقول لي اخي والله يا اخي في مشكله بتاعت انه الطلاب, يقول لك احنا ما عملنا شنو. تقول لي اخي في مشكله في انه يا السوفت وير الناس هتستخدمه عشان نبدا ندرب عليه. يقول لك لا يا اخي الموضوع ده برو فلان ولا دكتور فلان قال. يعني بصوره في اعتقد جزء من السبهلليه دي عشان اكون رؤوف ورحيم ولطيف في استخدام الكلمات. يا اخوان الحياه دي كلها تكون باكج واحده تتعامل مع بعض, يكون فيها كل الستيك هولدرز قاعدين مع بعض, كل الناس تتناقش. يعني في جلسه زي دياسي بتاعتين والله ده نعمل ديبلويمنت لاي ليرنينج في السودان, انا اعتقد انه اي زول حريص على تعليم وتعليم اساسي ولا تعليم عالي, اي زول افترض انكم موجود في الجلسه ده, انا ما بحبش اسك الناس وادعوهم. يعني اذا كان انت مثلا عندك اي لا قدر الله عندك مرض فيه مشكله وقال لك يا اخي في فكي في قريه ضنب النمله عنده ما عارف مركب لو سويته بعادي بتمشي سيد الراحة يفتش خشم البقرة. فدي الحاجات اللي أعتقد إنها عندنا فيها مشكلة. وبصراحة بعد ما يفترض إنه الناس تكون soft في إنه تأدرس المشاكل بتاعتنا. يعني نحن ما ممكن نكون قاعدين كذا يقولوا passive ونتكلم من بعيد إنه والله ونكون بتوع مطالب إنه والله حقه يحصل حقه يحصل. منو حيعمل؟ منو حيعمل؟ وفزح حيعمل يعني. شفت كيف؟ من الحياة سوري أنور, من الحاجات اللي يعني دار اقولها before closing الناس كل لما تجي يعني when it comes to learning و challenges انا I have a role model. انا عندي يعني زي ما بقوله يعني دائما you should have someone to look up to, someone to chase and someone as a role model. يعني فأنا my role model is Stephen Hawking, الراجل ده هو مات. نعم. الراجل ده زول يعني عنده full paralysis, زول مشلول وما بيتكلم, عمل the theory of everything, one of the greatest physicists of all time. يعني خليك من انه عنده اكسس للتكنولوجي ولا كده, لكن what the core things that helped him is the technology. الحاجه الثانيه the determination, وغير كده انه زول كان determined, عنده passion to do things, والpassion ده reflected into يعني hundreds يعني tens of books and hundreds of articles. فلما تجي للحاجه دي ان عندنا احنا زي ما قلت انت يعني زي ما قلت انه في lack of transparency واللاك اوف ترانسبيرسي. يا اخي انت ما عندك فيجن, قول انا ما عندي فيجن وادال القطاع الخاص. الله يفتح عليك يا اخي, الله يفتح عليك يا فاهم. ما عندك فيجن قول ادال القطاع الخاص خلاص. في ناس بيفتكروا دي الحاجه اللي انا شايفها سي, في ناس بيفتكروا انه يعني عيب انه الزول يقول انا ما بعرف ولا انا ما عندي بلان ولا كده. ما هو الناس جايه عشان تساعد, يعني كل الناس الخبرات دي يا اخي تساعد والله العظيم. ما يعني ما الانتنشن بتاعنا في اي لحظه اللي نقول والله فلان ما فاهم ولا فلان ده ما مثلا ميس بوزيشن ما ده ما موقع الطبيعي ولا لا 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 يا اخي. قول لنا انت محتاج مساعده في شنو, قول يا اخي انا والله في كده وكده وما, وخليك انجيج مع الناس, شارك مع الناس. دي مهمه جدا جدا يعني عشان تقدر تمشي لقدامها بالضبط كده. يعني 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 دي دي دي, دي من الحاجات المفترض انه يعني. وغير كده
في 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 حاجة عند السودانيين هي جميلة في نفس الوقت وفي نفس الوقت أنا حاجة ما بحبها بكرهها. السودانيين البساطة في كل حاجة. البساطة sometimes بتوصل ل translation لحتات ما لذيذة. والقبول والقناعة. القناعة بقول لك كنز لا 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 يفنى، لكن أنت في زمن لما تكون أنت عندك قناعة بحاجات يعني مقتنع خلاص بوضعك اللي أنت فيه، يعني أنت معناه you will be stagnant in your place. يعني وغير لما تكون أنت عايش easy life مش معناه إن أنت عايش مرتاح عيشة مرتاحة، بتأكل سيمون في ماي وبتأكل كافيار على الغداء، لا مرتاح إنه خلاص مشتري دماغي. يعني easy life يعني ease is the biggest enemy of progress. فلما تكون هم يعني واحد قاعد في قرية شايف نفسه خلاص إيزي، أنا بمشي بعلق لبهايمي وبرجع وبنوم آخر الليل بشرب لبني وبتاع. فالديماند بقت يعني أنا ما أعرف هل هي cultural، أنا ما عشت في السودان كتير عشان أحكم، هل هي cultural wise خلت الناس إنه خلاص الكالتشر very relaxed. الكالتشر بتاعت والدبزهانة يا أبي رسل لك أنا حاجة إن شاء الله عن والدبزهانة ده ده جدا في ولا الدنيا يعني انا يعني احنا في الادكيشن وفي الحاجات وفي many things of aspect of life احنا we still live in the old glories in 70s and we still stuck there and we are not moving. فدي مشكله يعني دي مشكله انه حتى decision makers هم stagnant في نفس الصناديق البوكسز still هم there in the same boxes. As we said, to action this, let's take it forward, build a solid proposal with the visibility study, with the framework, with financing, with all the elements. وجيب الوزير. مش نحن دلوقتي في transitional government and all it's about transparency. Come, talk, see. لأنه ده by the way, into what you are doing now. أنت لو قلت أنا عندي plan بعد 5 سنين أو سودان 2030. في ناس لما يصلوا عمرهم 30 they're gonna lose a lifetime لأنه هم ما عندهم access to information they don't have access to education. فأنت you are preventing their rights يعني أنت you are sanctioning their rights of education. فأنت كحكومة أوكي تعال يا سعادة الوزير أقعد أوكي نعمل زينا وزي أي دولة متحضرة أوكي تعال يا وزير دي اللي عندنا. What do you lack? أنت مشكلتك شنو؟ هل أنت مشكلتك إنه تجيب to have access to companies and suppliers and vendors؟ ما شاء الله في كمية من السودانيين they work in Microsoft, in IBM, in many companies. Okay, they could help in streamlining the process and even volunteering without even money. We don't do it for money. Volunteers. لأنه بالضبط voluntarily. لأنه if they want to hire us, they cannot afford us. Okay, let's be fair. That's the thing. هم خلوني بقول transparent. إحنا what we don't want anything from them. عايزين إنه يا وزير التعليم تعال أقعد. قول لنا أنت ده اللي عندك. ويا بتاع الاتصالات أنت بتاع الاتصالات أنت الريجوليتر. لأنه الريجوليتر ال NCT دي ولا ال NTC ولا اسمه شنو؟ الناشونال تيليكوميونيكيشن. أيوة. الناشونال تيليكوم أوثوريتي دي. كوبريشن. ديل هم أساساً هم الريجوليتر بادي. واحد منهم يجي يقعد في ويبينار ينسأل انت وبأدب يعني ينسأل انه انت 1 2 3 what's your plan. لانه انتو كريجوليتر بتاع تلكو انتو عندكم development goals انه انت لشنو your network is not reaching out to some places. انت يعني as a CSR what's your initiative وانت يا بتاع التعليم نحن ده our proposal what are you willing to put on the table to actualize this. If you told me يعني انت لو قلت لي if you tell me like 2030 أنا حقول لك man I'm sorry to say peace off. لأنه في ناس 2030 العمره نفسه 14 سنة هيبقى عمرهم كم؟ هيبقى عمرهم 24 سنة they lose a lifetime خلاص بيبقوا ناس they are not subject to education anymore. فهم الفكرة؟ نعم ف that's my motion and if someone supporting my motion let's move it forward. اي طبعا احنا يا وي الويبينار بتاعك انا ام جوينج تو شير السكرين بسرعه كده بس عشان الناس تشوف يا اخوان طيب. عارف احنا واقفين وين
عشان should I stop my screen؟ اي عشان ما نعيد اختراع العجلة. نحن هسه حاليا يا شباب ده الويبينار بتاع أبي ده تقريبا الويبينار، شايفين هنا ده دي الشانل بتاعت الباحثين السودانيين في اليوتيوب. يعني بدينا نحن بالويبينار الاول قياس الحاجه في التعليم الطبي وتعليم المهن الصحيه دكتور محمد حسن ومحمد الحسن. الثاني كان التعليم الطبي او التعليم الطبي في زمن الكورونا الاول. نمبر 2 قياس الحاجه. 3 تشينج مانجمنت. بعدين الباشمهندس حيدر اللي هو اي تي انجينير تكلم عن التعلم الذاتي عبر الانترنت. دكتور ميسر عيسى محي الدين تكلم عن تجربته في التعليم الهندسي برضو كجزء من التعليم الالكتروني وكده. بعدين دكتور محمد حسن تكلم عن بناء وتطوير المناهج في التعليم الصحيه. بعدين تكلموا عن المشاركه الالكترونيه للطلاب في التعلم الالكتروني. والاخير اللي هو الويبينار بتاع الدكتوره شاهناز او قبل الاخير كان التحول التعليم للتعليم الالكتروني في السودان بالتحديات الحاضر والمتطلعات المستقبل. واسي حاليا او زين قدم مقترح عملي من ناحيه بتاعه تكنيكال. فالشاهد في الموضوع احنا لو جينا عينا الامور بنلقى انه كل بيس منا بتكمل للثانيه واحنا ماشيين لقدام. يعني اسي بعد الويبينار ده ينتهي بنشيل الفيديو بنحطه في الليسته دي. فانت لو جيت بديت الليسته دي من بدايتها 1 2 3 4 5 بتكون شفت كل الحاجات المطلوبه شنو. يا اخي ما تجينا راجع شيل الحاجات دي وامشي طبقها اعملها. يعني احنا في النهايه هدفنا شنو؟ ما هدفنا انه نعمل حاجه. يعني احنا هدفنا انه الحاجه تدعمل ده الاهم في 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 الموضوع والمبادرات دي. ف ممكن تقول كده حاجه بتاعتك يا لا اتس فاين. لا وفي حاجه مفترض يفهموها يعني كمان البوليسي ميكرز اوكي انه احنا وي ار نوت لوكينج فور ا بيرسونال جلوريز. يعني وي دونت لوك اي يعني احنا وي دونت لوك فور ا بيرسونال جلوريز. وي ار دوينج ات فور ذا سيك اوف بيبل. وي ار دوينج ات انه تو شير نوليدج. وي ار دوينج ات to be part of something we think that in the future it might be great changing the life of someone. وانه لو انت عندك الطريقه او الانفورميشن او المينز I think that's something great to do. تمام. عمر عنده تجربه قال تجربه بتاع الجامعه السودانيه خاصه بالتعليم الالكتروني الطبي. عمر تفضل المايك مفتوح لك. وكان في برضه يا رب كان رفع الاعتدال دكتور اعتدال خلود صلاح دكتورة المايك مفتوح. وبي يعمل شير للسكرين احسن. طيب خلود الخط بريكنج من عندك الشبكة ضعيفة ولا ما سامعين؟ It's really bad. أيوة الشبكة من عندك يا خلود ما أبسطهم. واحدة من عيوب بتاع زوم إنه دار إنترنت سريعة. هذه واحدة برضو من الحاجات اللي نكون خاطينها في بالنا. جزاكم الله خير for this webinar. يعني هاي for this webinar it is an informative of jargon لكن okay. As you can move on to another person maybe. شكرا لك يا خلود. صراحة الشبكة كان ما مسمعانا البداية. سمعنا يعني البداية بتاعت مداخلتك وبعد ذلك الكلام كله جبلك. طيب في عمر جراجع تاني شكله. عمر ده يتكلم عن تجربة التعليم الإلكتروني في الدنيا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لو سامعني أنا اسمي عمر محمد عبد القادر. تفضل. أنا كنت جزء من تجربة بتاع تنفيذ بتاع نظام تعليم إلكتروني من غير ذكر أسماء للجامعات. أذكر الأسماء للجامعات. لكن الناس ما دارين نعيد اختراع العجلة يا عمر. دارين نعرف أن إحنا إديوكيترز. إحنا ما ناس بتوع شركات. إحنا ناس دارين نعرف التجارب ونقيمها ونتعلم. نعم.
بالنسبة للجامعة، هي جامعة ابن سينا، هي كانت سابقا تسمى بكلية خرطوم علوم الطبية. حقيقة قبل سنتين هم بدوا مشروع بتاع تعليم الكتروني بانه استجلاب نظام هو كلوز سورس اسمه ليرن سبيس، هو بلاتفورم اسمه ليرن سبيس. هو بيشتغل بتوأمه مع 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 ابلكيشن اسمه ميوز. فكرته انك بتشتري بتجيب مجسم يعني شبيه للانسان، ممكن تشوفه في الانترنت اسمه ابولو. بولو ده فيه زي ما قالوا بس فاضل له بس الروح يعني، لكن بيتفاعل معاك بيوريك هو بيعاني من ياتو مرض حاليا وكده. والفكره بتاعته انه يكون مربوط مع الابلكيشن، يعني بتعمل سيناريو مثلا بتاع ازمه، متى ما عملت رن للسيناريو بيحصل طوالي بتسمع منه هو بكح وبيتكلم معاك، ومتى ما انت اديته يعني جرعات دوائيه طوالي بيستجيب للدواء وكده. الحاجات دي كلها قاعدة في جوا غرفة بيتدربوا عليها الطلاب، وبيكون مشرف عليهم هو بيعين لهم من غرفة بتاع التحكم الأستاذ بتاعهم هو الدكتور يعني. فالفكرة اتنفذت وجات والأجهزة جات وركبناها ويدشن المركز اسمه مركز إبراز، وقاعد جوا جامعة ابن سينا. الفكرة بتاعت إن هم يكون يعني تعليم إلكتروني اتنفذت بأنه الناس دفعوا قروش كتير جدا جدا يصدموا في الموضوع ده، لكن في النهايه يصدموا في انه واحده من الحاجات من الاطراف بتاعتك انه الطالب ده لازم يكون عنده وصول الانترنت بسرعه عاليه عشان يقدر يخش ريموتلي على السيستم ده اللي سبيس ده، يخش يدخل يوزر نيم بتاعه والباسورد، يلقى السيناريو هي يطبقه بكره او مثلا بعد بكره او مثلا في الكلاس بتاع الاسبوع الجاي، ويكون جهز ويعني حضر الفيديوهات المرفوعه له على النظام، وبيكون جاهز بحيث انه يقلل الزمن بتاع انه بعدين يكون طوال يخش الغرفه ويطبق الحاجات اللي طلبوها منه، والاستاذ يعمل كومنت على السيستم مثلا عمر ده والله يا اخي ما قاس الضغط، لا اول حاجه اخذت السماعه في صدر المريض، المفروض كان يقف يمين المفروض يقف شماله، الستاندر بتاع يعني بتاع معالجه المريض او يعني مقابلته يعني. الحاجه دي بالاضافه لان هي كانت بدايه لموضوع التعليم الالكتروني، هي بتقلل التكلفه بتاعه انه الطلاب دي يعني يتم التعاسب للمستشفيات الحكوميه ويدخلوا العنابر ويقابلوا الستاندرد بيشن وكده. وزي ما كلنا عارفين انه المستشفيات الحكوميه هي عباره عن يعني وزاره الصحه والخرطوم تديها شير للجامعات الخاصه يعني مثلا كام جامعه يكونوا في نفس المستشفى دي بيحاولوا يقابلوا المرضى على كل تخصصاتهم زي توصل المعلومة يعني. فبتلقى إنه المريض الزول عنده مريض، زول مريض قاعد متوقع إنه تلقى علاج في مستشفى حكومي، بيجيه أفواج من يعني من جامعات عشان يعني يقابلوه ويشوفوا هو بيعاني من شنو ويأخذوا الهيستوري بتاعه يعني. فلك أنت تخيل كمية الناس اللي بيجوا كده عيان مريض يقوم يقول الأخصائي بتاعه ويجي معاه الدفعة بتاعته ويجيب الدفعة يقعدوا يقول لهم الليلة المريض ده مثلا عنده أزمة، هتشيل السماعة، خد السماعة حتى المعين، هتسمع صوت كده كده كده، وأسمع الصوت وكده. تدريب الكلينيكي ده يعني. فمهما كان المرضى كتار ما بيكفوا يعني، بيكون يعني الطالب ده بيكون شاف كل الحياة المفروض يشوفها. فده كان يعني جامعة ابن سينا حاولت يعني تستجلب النظام ده بحيث إنه أنت لما تخد السماعة في المجسم البلاستيكي ده بتسمع فعلا صوت السيناريو بتاع المريض بتاع الأزمة. العمر كان 50 سنة، اللي عنده سيناريو معين جاي من منطقة فيها مثلاً فيها غابات أو في أي سيناريو يعني. فمشينا كويس في الموضوع، لكن بعد ذلك بقت تظهر حاجات تانية. أول حاجة عدم تقبل يعني ممكن يكون عدم تقبل، لكن يعني الاستاف زاد والحقيقة يدرب الطلاب على الحياة دي. الحياة دي ما شافها في المستشفيات يعني، ما في ستاندر روم كده هو قابلته في المستشفى، حتى المستشفى الخاص يعني ما بتلقى أسطوانة أكسجين، سيستم أكسجين، ما بتلقى جهاز بتاع الضغط الالكتروني، ما بتلقى جهاز بتاع اكسجين الدم موجود، ما بتلقى سرير بتحرك كهرباء. فالحياة دي لما يجي يشوف الغرفه هو اصلا ما كدكتور حيدرس او حيكون هو زول محاضر، الحياة دي ما شافها او شافها في المستشفيات الخاصه وهي بسيطه جدا. او والطالب ذاته لما يمشي بحيث لما يشوف الغرفه دي لما يمشي مستشفى حكومي او مستشفى خاص يطالب بانه الستاندرد يكون مكتمل عشان يقدر يؤدي يعني دوره على مر وجهه. وده اللي بيظهر في الاطباء السودانيين لما يطلعوا برا السودان، انه لما يلقى التولز قدامه بينجح نجاح باهر يعني، تلقاه ناجح نجاح باهر لانه عنده كميه من الحاجات اللي هو ما كان يعني كان
زي ما قالوا بس بيشتغل بقى بس هكذا يعني تبادير توافق يا ظبطت يا ما ظبطت. لكن هنا انت بتستخدم تولز بتقيس بها حاجات تتخذ قرار بتاع تعمل البلان حق العلاج يعني. ثاني حاجه جات المشكله بتاعت الطلب يقول لك انا ما قادر ادخل لانه طبعا بيكون مفعيل خدمه بتاعت يوم او مفعيل خدمه بتاعت مثلا 200 ميجا او 500 ميجا فخلص له في عمليه بتاعت الداونلود والابلود اثناء دخوله في على النظام يعني. فهنا حاولنا انه مشينا تواصلنا مع شركات الاتصالات في السودان من غير ذكر الاسماء لكن وقلنا لهم هنا عاوزين نعمل باقه لطلابنا بس باقه معينه لطلاب جامعه ابن سينا. الطالب ده مثلا يكون عنده مثلا 10 جيجا 4G بس تدونا لها بسعر يعني يقدر الطالب يتحمله. لو ما قدرت تحمله الجامعه تحاول تساهم في الدفع والشرح تكون مملوكه للجامعه. يعني قدمنا كميه من السيناريوهات لكن للاسف يعني ما قدرنا نحصل منهم على يعني على بقج معينه كده تكون تخدم الطالب كده. فهذا سيناريو مطبق يعني مسينا له تقريبا حاليا السنتين لكن ما بنفس الرؤيه اللي احنا اصلا استجلبناه بها. اول الشركه هي صنعته عشان يتنفذ بالطريقه المثاليه اللي قلنا زي ما قلنا انه في ثلاثه اضلع يعني اذا الطالب والبلاتفورم وشركه الاتصالات. اذا البلاتفورم جاهز الطالب عنده موضوعين انه هو ما عنده وقت يصل للانترنت وانه بالاضافه للكسل بتاعه يعني. فبتبقى انه ما بتقدر ما عندك ميزانيات غير انك جبت الاكي زي دي وجبت النظام ده انك توفر مثلا تابات لكل الطلاب بشرائح ساعات عاليه وتجي تلمها منهم ثاني يعني. بتبقى انه الموضوع شويه كده طويل وانا شايف ان الموضوع لسه على في طور التنقيح والتجويد وكده. دي مشاركه شكرا لك عمر. انت بتاع اي تي؟ اول حاجه شكرا لك دكتور انور. انت بتاع اي تي؟ انا مدير تقنيه المعلومات في الجامعه. ممتاز جدا. انت موجود معنا في الجروب بتاع المبادره بتاعه الاي ليرنينج صح؟ بتاع الواتساب. لو مو معانا انا هرسله عشان تكون موجود لانه انا ناسي كل الحاجات بنحاول نلم الفراجمنتس. طبعا انا داير اشيد بجامعه ابن سينا بصوره شخصيه هنا اخذت مبادره ومشت واسي بتتشارك في تجربتها. اي نعم لقيت الناس صعوبات ومشاكل لكن هي دي الطريقه اللي حنتعلم بها وحنعرف نحل مشاكلنا كيف. لما تكون التجربه عندكم ماتيور تماما حيكون في ناس يا دوب داربدو. فدي حاجه ممتازه جدا جدا. اتمنى انه الناس يعني يتعلموا من التجربه دي ويستفيدوا من خبراتكم يعني. ان شاء الله تشارك الخبرات بتاعتك عشان نحل الازمه الكبيره. نعم شكرا. وهنا ابواب مفتوحه لكل الجامعات زي ما يعني صرح المدير سابقا وحاليا انه الناس ممكن كثير تستفيد من التجربه وتنقلها يعني زي ما كثير من الجامعات جاتنا وشافت التجربه بتاعتنا. واخيرا شكرا لك دكتور انور دائما يعني انت كده مبادر. وشكرا لك باشمهندس ابي. شكرا لكم يا جماعه. شكرا لجميع المشاركين. الله يكرمك. ارسل تجربه الواتساب بس عشان تجوين. ابي عندك اي؟ شكرا شكرا. طيب ايمن دكتور ايمن تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه والله صراحه نشكر ابننا ابي شكله زول مكافح وما شاء الله ماشي كويس. وكذلك من خلفه اخونا دكتور انور. بس بالله دكتور انور انت الاسبريت وانت الروح بتاعت الموضوع ده. ما تدبري سبتو. لا 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 دونت جيف اب. خليك دائما هولد اون. ان شاء الله الموضوع بيمشي مطلع. انت الان اللي عملته ده ماشي هين صراحه واثره ما بيظهر هسي بيظهر على المدى البعيد فطول بالك شديد. بالنسبه لي انا ما عندي صراحه الليله ابي امتعنا وابدعنا وحتى سبحان الله ذاته من ناحيه اللغه وما شاء الله تبارك الله ربنا يحفظه ويوفقه. وده من شباب السودان الواعدين جدا اللي يرجى منهم الكثير. فده زي ما قلت اضافه حقيقيه وان شاء الله انا بتمشي. اما بالنسبه لي ما عندي تعليق على ما قدم بس تعليقي على اخونا دكتور عمر محمد المهندس الاخير. تقريبا على حسب فهمي انا وحتى تجربتي هنا اللي انت عملته ده ما اي ليرنينج. ده عباره عن سيموليشن يعني يقوم مقام المريض او المستشفى انه ما يمشي المستشفى يتدرب على مريض صناعي عندك. اما مقصود الاي ليرنينج ده انه هو من بيته حتى او من اي مكان يعني انت بتلغي حاجز الزمن والمكان والزمان. لكن هسي ده غرفه لازم يجي يحصل له في يعني في كوفيد ما لازم يجي ويضغط المريض بيده ويهبش يعني ما 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 اي ليرنينج ولا ديستنس ليرنينج. انما ده سيموليشن يعني بدل ما يمشوا يتدربوا في العيان في المستشفى بقى عندكم سيموليتد بيشنت. نحن عندنا حاجه ثانيه انا ممكن اذكرها. والله قد اكون فهمت غلط يا دكتور عمر كلام والله يا اخي يعني مهم جدا هاي بس عشان تو بي فير معاه. هو قال لك انه في حاجات كثيره الطالب بياخذها اهيد
عبر الانترنت، وده سووا خلاهم محتاجين باغة محددة وكده. يعني الموضوع بتاعهم ما بس السيميوليشن داخل الروم، وإنما الحياة اللي بتحصل بري قبل ما تيجي داخل الروم نفسها بتحصل ب ب أيوة صح كده معلش. نعم أنا دار أذكر إن إحنا مرسلنا برضو في الفارماكولوجي أو علم الدواء برضو عندنا السيميوليشن بروجرامز دي بننفذ بها اللابس فيرشوال، وجربناه هنا طبعا في الأول سبحان الله كانت ناسنا هنا ما استوعبونا، فكنا طبعا هنا عندنا نظام إنه الطالبات مفصولات وبراهم بنشتغل عن طريق الوحدة التلفزيونية، يعني بس انت السبورة ويشير السبورة حقتك وغيره، فكنا بنعمل لهم اللابات دي بسيموليشن في سوفت وير مثلا فري في جامعة ستراس كلايد في UK، وعندها يعني تبي تجرب زفس التجربة اللي احنا بنعملها للأولاد ويت لاب بنعملها لهم فيرشوالي، ونفس الشيء بس زي ما ذكر تقريبا من امبارح انه احنا محتاجين حاجات تكون كاستمايزد لينا نحن للبيئة حقتنا نحن. فالمهم خلاصة الموضوع دار أقوله أنا تاني دار أصر على حتة اللي شفت النفس بتاع أنور حاد شوية وشايفه داير بدأ يدبرس، لا 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 أنت لازم يعني keep hammering إن شاء الله الناس بيتصل. فبس دار جزاكم الله خير، وصراحة الليلة كانت جولة ممتعة جدا، فوتوا علينا الويبنار التاني رغم إن إحنا كبار يعني، لكن صراحة مع الشباب الصغار دير بيبسوا فينا روح جديدة، بيعملوا لنا أبديت زي ما قال هو، يعملون أبغريد بيحيوا فينا الروح. نحن لسه ستيل إن شاء الله من خلف الشباب ديل بالخبرة، وفعلا اللي ما بيتطور ينقرض الديناصورات. فأرجو دكتور أنور إن شاء الله المبادرة ماشية على قدم وساق، وكل يوم بنكتشف مواهب جديدة وبنكتشف روح جديدة وبنكتشف ناس ذاتهم عندهم، فأنت الليدر لازم كده تصبر تتحمل بس. وآسف للإطالة، وجزاكم الله خير وربنا يوفقك إن شاء الله، عمل كبير والله. خيرك يا دكتور ايمن يا اخي، على الله يقول بخاطرك زي ما جبرت لي خاطرنا، الله كريم. طيب الشيخ هلال من كسلة، الشيخ عنده تجربه برضو. الشيخ المايك بتاعك مفتوح، تفضل. الصوت ضعيف شويه يا شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مبسوط شديد انه انا بحضر في السمنار الجميل ده. شوية بفتش في الناس اللي بيحضروا من زوم وبشوف من الناس اللي بيحضروا من فيسبوك. يعني صراحه علي صوتك يا شيخ. بسبب مشاكل الانترنت المواجهاني هنا في السودان. انت وين؟ عرف نفسك وانت خلفيه عشان الناس يعرفوك. انا الشيخ هلال محمد عبد الماجد من مدينه كسلا شرق السودان، شريك مؤسس لرياض أطفال ومدارس، وبيشتغل في مجموعة من المبادرات التعليمية، ونظم مؤتمر تيدكس في مدينة كسلا. قبل شوية قبل ما أعلق على السيمينار كنت بشوف الناس الأونلاين من زوم والأونلاين من فيسبوك بحكم الإنترنت المتوفر عندنا وغيره، وهو يعني 34 موجودين حالياً على زوم على فيسبوك، العدد الموجود كبير شيء. الحاجة دي خلتنا إنه إحنا عايزين نعمل حاجات مثلاً كثيرة في الجزء بتاع التعليم، كان في المدن أو كان في الحكومة أو غيره، يكون يعني صراحة الإنترنت جزء من إشكالية. ما قاعد نحب نلغي اللوم بالحاجات السيئة على شخصي أو على حكومات أو غيره، يعني في نفس المستوى إنه الناس بتحب تنجز أو تتقدم في الحياة اللي بتعملها براها، لكن يعني صراحة الشيء اللي تخلف لنا في السنوات اللي فاتت 30 ولا غيره كان شيء سيء ومحبط جدا. لما جاءت الجائحة بدينا نفكر في انه يعني الطلاب الموجودين في الجامعات الولائية تحديدا، اضافة لانه الطلاب الموجودين في المدارس مثلا مدينة كسلا واحدة من المدارس اللي لسه ما امتحنت شيء حد الاساس، جزء كبير من المدارس الثانية، فكنا بنفكر انه حنعمل شنو، انه كيف نقدر نتواصل مع جزء من المعلمين على انه يقدموا مادة أونلاين. استبينا جزء من أولياء الأمور واستبينا جزء من الطلاب في الجامعات بمساعدة جامعة كسام، يعني حتى كان صراحة بتجي صخرية من الطلاب، حتى بيقول لك إنه أنا ما قادر أرسل واتساب ما قادر غيره. الجزء الثاني يمكن برضو الجامعات في فترة السبات العادي قبل ما تحصل الجائحة وكذا ما أضطرت أو ما رسخت أصلا الفكرة بتاعت الـ e-learning ولا غيره. ف يعني حتى الطالب اللي بدل
تلقاه انه بيدرس في كل الكليات الثانيه اكسب كليات علوم الحاسوب وغيره، هو بعيد تماما عن فكره انه ممكن يكون في تعليم الكتروني، ممكن يكون في امتحان، ممكن يكون في غيره كذا. لاحظت الحاجه دي عند الناس اللي درسوا الطب هنا في كسل الدين، بتقييم الامتحانات الاونلاين للبارت 1 والبارت 2 بيعانوا معاناه شديده في مساله الشبكه، بيمشوا لحد الخرطوم عشان يقدروا فقط يمتحنوا امتحان وامتحانوا يجوا راجعين. في تقديري انا بشوف انه شكل المحتوى يعني الحمد لله الموجود حاليا محتوى سعره عظيم شديد، لكن unfortunately قد ما يتناسب مع كل المجتمعات دي. كان دكتور تقوى بيتكلم عن وضع التعليم في دارفور وكذا، يعني احنا برضو بنشوف انه في كميه حاجات الناس بتحاول تنفيذها في كسنة، لكن ليه بعد الناس من الشيء الحاصل في العالم، من حاصل حتى في الخرطوم والحاصل في المدن في السودان وكذا، يعني تلقى الناس بعيد شيء. نفس الموارد المتوفره لكل الناس بصراحه، شكل الانترنت خلد الناس بعيده. انا دي بعد معاناة شديدة قدرت أدخل الليل عايز أنا أكثر السشن الجميلة، وبيجي شكرا دكتور أنور، شكرا دكتور وبيت، شكرا كل الناس الداخلة. حجم المعلومات الموجود ضخم وكبير شديد، راجعت يوتيوب لقيت الأشياء الفاتنة في التلفات، إن شاء الله بدورنا كمان يصل للناس الثانيين. دروب القاعد في قهوته والمر القاعد في بيته وغيره يقدروا ياخذوا الداتا الكويسه ان شاء الله نقدر نعبر بالسودان اللي قدام. شكرا لكم، الله يديك العافيه شيخ يحيى، خيرك على الجهود اللي بتبذلوها الكبيره. انور جاست لانه يعني اي ثينك وي شود راب اب ناو، ممكن دي لاست بوينت جاست ان 1 مينيت ليتس جيت سم ون فروم ذا تيلكو كومبانيز، لانه الكلام اللي قاله اخ الشيخ اوكي فيري فاندمنتال، يعني الكلام ده جماعه التلكو شركات الاتصالات والريجوليتوري اوثوريتي، الناس دي عندهم ماخذين سبيكترمز، السبيكترم ده فيه فريكوينسي، الفريكوينسي ده فيه سبيد لايسنت سبيد ماخذينها، وانت لما بتدفع قروش لشركه الاتصالات يعني في النهايه انت يو ار هيلبينج ذم از ماتش از هما دي ار جيفينج يو سيرفيس، تمام. شركه الاتصالات كلها بتعاني هسه حاليا، بتعاني من حاجه اسمها ديكلايننج اوف فويس اربو. الاربو ده اختصار لافريج ريفينيو بير سبسكرايبر اور بير يوزر. الداتا اوكي الاربو بتاع الفويس انتهى، لانه اغلب المينتس في النتورك اتس فري مينتس، اغلبها بتجي بندل تشتري لك داتا بجيجا بدوك مع ساعه بتاع هنا ام تي ان تخليك تتكلم لحد الصباح مجانا تقريبا، كان عندهم حاجه كده. فشركات الاتصالات اول حاجه الضرائب عاليه جدا جدا، and this is something they need to revisit. 40% ضريبه that's extremely، مصر اللي هي غاليه جدا عملت 17% اوكي، الامارات 5% على اللي هناك، UK 10%، US 13%، السودان عاملها 40%. يعني انا يا ريت انا لو بدفع 40% وتجيني LTE مثلا، تمام. الناس دي اللي انفستد كلهم عندهم حاجه يسموها SDN اللي هي Software Defined Network اوكي، عندهم شبكه كويسه دي انفستد هيفيلي فيها اوكي. الموضوع موضوع السودان زمان، السودان دي فيها يعني زمان ايام، انا ما ادري ادخل في الديسكشن ده، لكن بس اي نيد تو جاست تو منشن سمثينج فيري سيجنيفيكانت. زمان الحكومه السابقه اوكي كانت في خطوط بتاع التليفون وفايبر تو هوم وحاجات بتاخد هاي بايوريتي وين ات كمز تو ذا ترافيك للورك لود، يعني مثلا البي تي اس بتكون جنب بيتك، البرج ده جنب بيتك وجنبك مسؤول، المسؤول بياخذ 75% بايوريتي، يعني هو انت هو بياخذ 75% تاخذ الحله كلها بتاخذ 25%، and the trend continues. فاهم؟ شركات الاتصالات they need to regulate, they need to answer to people، لان الادكيشن ده هم they are one of the key enabler
في موضوع الإديوكيشن هم دارن إنيبلر، يعني هم ما ناس يعني هم دارن إنيبلر للإديوكيشن. فمفترض يعني to get somebody يعني in the coming weeks or days من الاتصالات. ولس تم بي ترانسبيرنت، احنا ما قاعدين هنا في we are not judge and juries. احنا في النهاية يعني عايزين لو هم عندهم مشكلة خلوهم يقولوها خلاص، احنا كده we will not throw the blame on the telco companies. مع انه التلكو companies هم يعني الديفلوبمنت، يعني هم الناس شركات الاتصالات اسهل حاجة اللي بتعمل حاجة بسموها new economy unlocking new economies. النيو economy انت كيف هتعمل unlocking new economy بتاع e-commerce, mobile money, e-wallet والكلام ده كله، وانت the basic service انت ما عندك بتقدمها للناس. يعني الاخ دلوقتي قبل شوية دخل من كسلة we barely able to hear him، يعني الموضوع صعب حتى his picture is very blurry. فدي برضو يعني نرجع لموضوع الشعب السوداني ما عارف يعني what his basic right. دلوقتي بقت التليكوميونيكيشن والحاجات دي حاجة من البيسك رايت. فشركات الاتصالات يجوا سواء لو كان الفاتح عروة أو إكس أو واي أو أسهل حاليا المسك سوداتيل أو من MTN، الناس ديل they need to be questioned. والزول الريجوليتري بودي ده أنت قاعد بتعمل في شنو؟ تعال أنت ما بتفهم؟ سؤال مليون دولار. طبعا أنا في حتتك ذكرتها يا أوبي اللي هي بتاعت الـ SDN الـ Software Defined Networks. الزول السفير بتاع الـ Open Networking Organization في العالم، السفير بتاعه في الميدل إيست وزميلنا معانا هنا في البحثين السوداني، عمل الدكتوراه بتاعته في الـ Software Defined Networks وبيعمل كورسات. الدكتور أحمد ده عمار حمدين؟ لا دكتور أحمد عبد العزيز هارون، دكتور أحمد أستاذ في كمبيوتر مان وأسي موجود لوكت معاكم في الإمارات أسي في as we speak now. ممكن أنا أعمل لك التواصل معه. والله خليني أتواصل معه. الشاهد الموضوع إنه يعني ديل الناس المفروض يكونوا في البانل أسي حاليا، إنه والله يا أخي كيف نعمل النتورك والتوبولوجي وإلى آخره والراوتينج وكذا. الناس ما موجودين أسي حاليا، يعني ما في زول invited them to يعني you know يسألهم نعمل شنو؟ أسمع، الناس المفروض ينسألوا هم هي three questions. The first question or three people need to be questioned. أول حاجة regulatory body، مش أسي هم تبعوا على وزارة الدفاع، وزارة الاتصالات. أوكي يا وزارة الاتصالات تعالي. ما في وزارة الاتصالات بس يا رب، الهيئة القومية للاتصالات. ما هي الموضوع شالونا عساكر صرتوا حيتهم. Whatever person, الشخص القاعد ده either he's a puppet or whatever, let him come and answer to people. انت يا regulator، انت يا اما انت عوير، يا اما انت انا سوري انه I'm very blunt، يا اما انت عوير يا بتاع الregulator وشركات الاتصالات بيلعبوا بيك كورة، دي واحدة. يا اما انت قابض منهم ومشي الدنيا كده على السهلة، والمواطن ده يجي وما يجيه وانت ما لك دخل. يعني احنا في السودان عشان فايبر تو هوم احنا بندفع في السودان في الشهر ده اغلى انترنت في العالم. اوكي يا اخي احنا بندفع لنا 25 مليون يا اخي للبيت في العمارات، بندفع 25 مليون. انا لما بشوف الفاتوره بقول لهم يا جماعه ده شنو ده انترنت شنو ب 25 مليون ده؟ يعني لما تيجي تحسبها بالعمله الاجنبيه اي، لكن برضو بالنسبه للسودان للسكيل بتاع السودان ده تو ماتش ماني. فانت بتعمل في شنو يا ريجوليتر؟ بتعمل في شنو ويا شركه اتصالات؟ انتوا الدنيا عندكم بكره بالمناسبه في السودان بيرفعوا الاسعار بمزاجهم، ما في زول عنده هنا. فالناس ديل in order to empower the education movement الناس ديل they need to be questioned and asked and what's their role and they have to stick to their role. احنا في النهايه هو it's a collaborative، يعني it's a collaborative environment, it's an education، يعني it's an الجول في النهايه it's education. ما دار انه يكون زي الجول بتاع الادكيشن الزمان اللي عملوه زمان اللي انت عارفه يا انور بتاع التعليم الالكتروني في السودان. او ما عايز اتكلم I don't wanna mention names، بس في النهايه انه كان totally flop totally project، وكان بالمناسبه under the supervision of Sudatel، لكن الموضوع ما كان هنا. ف let's learn from the mistakes. ايتوا لينا التمكين ده لو مسكوا لنا يوم واحد اظن بشرين له نص الناس اللي كانوا in charge بشنك ما بشيل من زول حاجه ولا بتاع، لانه الاوبورتيونيتي كوست ضيعتها انت على الناس يا اخي.
يعني طلاب لما انت قلت انا والله انا مشارجه في الالكترونيك ليرنينج في السودان سنه مثلا 2005 هنتكلم في 2020 15 سنه الناس اللي كان دخلوا سنه اولى اسي تخرجوا من الجامعه مثلا ولا اسي حاليا في الجامعه انت ضيعت عليهم فرص بتاعت انه يكونوا بروجرامرز شغالين في فيسبوك ومايكروسوفت وين لو كان في البروبر انفراستراكشر يا اخوانا ده الفساد مو الفساد ده شنو الفساد انك انت يدوك مهمه انت ما بتقدر عليها وما تعملها وتطلع بعدين تقول والله انا نزيه انت ما نزيه انت فاسد والى اخره انا فعلا الليل الدم بتاعي يعني التون بتاعي كده سخن وفيه شويه ديبريشن وكده الكلام ده ليه يا اخوانا لانه احنا هندين دير الناس الخبراء موجودين والمفروض انه يحصل شنو قالوه ما ممكن نكون قاعدين كده ناس يعني في خلود اقترحت انه يكون في هاشتاج انه يعني يتفعل عشان نسال الناس يا اخوانا يا مسؤولين انتوا شنو خطتكم الحاصل شنو يعني يعني فانا والله مع حاجه زي دي ما في مشكله طب هذا اسمه انور بس اضافه بسيطه اخيرا لانه اي هاف تو موف انا عندي ا فريند اوف ماين ا فيري جود فريند اوف ماين عشان تعرف انه يعني ذا باور اوف تكنولوجي عندي صاحبي قاعد في one of the countries اوكي يعني كده هسه دي رسل لي رساله شغال في جونيبر نتورك جونيبر اي بعد منافسه لسيسكو اي جونيبر قال لي يا اخي والله مبادره جميله وسيشن جميله يعني حتى يعني الناس ال يعني السودانيين زي ما نقول السودان والده اولادها في كل مكان ف ليتس يعني تيك ذس تو ذا سكند ليفل ويا جماعه انا اي هاف تو اكسكيوز يعني عندي اي هاف تو جيت تو ا كول وذ ماي يو اس اوفيس ف شكرا جزيلا يا ابوي يعني صراحه كانت سيشن ممتازه جدا ثوت بروفوكينج و انت جزء اسد جديد من النتورك بتاعت الادوكيترز والريسيرشرز اللي بيحاولوا يعني فعل الامور هنضيفك للجروب بتاع الواتساب اي زول اكو موجود في الجلسه بتاع الزوم هيخش الجروب بتاع الواتساب في جروب واحد يتملى 257 نفر جواه وفي عملنا جروب ثاني وهتبدا السيشن بتاعت التريننج لكل الناس في الاي ليرنينج بلاتفورمز لو في زول داير يخش موجود هنا في الجلسه بتاع الزوم لو في زول في الفيسبوك داير يخش لكن اخواننا احنا بنحرص احنا دايرين الناس اللي هيتدربوا عشان يدرسوا يعني البروفايدرز فديل هم الاساس ما دايرين زول داير يتعلم داير يتعلم انت حيجيك التعليم بعدين في التريننج فيا ريت يرسل لي في الخاص انا برسل له العنوان بتاع الجروب بتاع الواتساب ابي شاكرين جدا يعني تفضلك علينا شكرا شكرا نعم وان شاء الله يعني نواصل كلنا مع بعض الله يديكم الصحه والعافيه يلا شكرا وتصبحوا على خير يا شباب شكرا الله يديك العافيه شكرا جزيلا يا حبيبي